حد يعرف يحسب طول المنحنى، حاجه اسمها الاكسترنال كورد اللي هو السهم الخارجي الميدل اوردينيت، تمام، والقصه بتاعت مين الثلاث نقط البوينت اوف كيرفيتشر والنقطه نهايه المنحنى البوينت اوف تانجنت والبوينت اوف انترسكشن. حد عنده مشكله في دول؟ المساله دي جايه لك في الامتحان، اللي هي القصه بتاعت النقط دي وازاي تحسب عناصر المنحنى. وقلنا زودنا عليها حاجه كمان، الاستيشن بتاعت كل نقطه، الاستيشن بتاعت البي سي والاستيشن بتاعت البي تي، ازاي نعرف نحسبها؟ حد عنده مشكله في النقطتين دول او الثلاث نقط دول؟ المساله دي مهمه. حد عنده اي مشكله فيهم؟ لا تمام دول. تمام، دي لحد الان وديتك، هديك هنزلك الملف ده بس ايه تشوف اللي انت لقيت منه حاجات، بس زي ما قلت لك انت تلتزم بالملف اللي هو مين ده، الملف اللي انت لما يبعته لك ده، ده اللي في قلبه الامتحان كله. حتى هو يا باشمهندس برضو ده انا مفيش حاجه فيه يا عم، هي نفس الرسمه بس اللي رسمها بس ايه كانت ايه متبهدله شويه منه. او في حد بس فاتح المايك ممكن يقفله بس، ولا اقفل لكم الصوت كله بس؟ الناس بس اللي فاتحه المايكات دي وفي هوا جنبها دي، تمام. طيب انت عندك ايه لحد الان؟ تعال نفتح الملف اللي انا كنت بعته لك، ايه الفرق بينه وبين اللي انا التزويق يعني اللي هو موجود في البي دي اف الثاني ده؟ نفس الكلام اهو. اول حاجه قصه العناصر الكيرف تاتا او بيسموه الكيرف جيومتري، التانجنت، اللونج كورد، الكيرف لينس، الميدل اوردينيت، الاكسترنال كورد او اكسترنال اوردينيت. في مشكله لحد الان؟ وقلنا الدلتا دي زاويه الديفليكشن انجل، وقلنا نص القطر، مش هعرف اخش احسب الحاجات دي الا لما يكون معايا الدلتا ومعايا نص القطر. طيب غالبا في الامتحان ما بيديش نص القطر، بيديهولي عن طريق حاجه اسمها مين؟ الديجري اوف كيرفيتشر، درجه المنحنى. وقلنا تعرف يعني ايه درجه المنحنى؟ قلنا الزاويه المركزيه المقابله لقوس طوله 100 فيت. ازاي احسبها؟ قال لك في علاقه بين الديجري اوف كيرفيتشر ونص القطر، 5729 58%. في حد عنده مشكله دي اول سلايد؟ واحسب ازاي الستيشن؟ وقلنا دايما بنفرض الوان ستيشن 100 فيت، تمام. وعلى دي بقى النقطه الجديده وهتلاقي عندك في المحاضرات الدكتوره شرحها، اللي هي انواع المنحنيات الافقيه، صح؟ السيمبل كيرف، وعندي حاجه اسمها كومباوند كيرف. ايه الفرق؟ السيمبل كيرف جزء من المنحنى. طيب الكومباوند كيرف الاقي عباره عن اتنين جزء من ده منحنى جنب منحنى، كويس، ده لنص قطر وده لنص قطر، المركزين في اتجاه واحد، تمام. عندنا حاجه اسمها ريفيرس كيرف او منحنى العكسي، ان الاقي ده جزء من كيرف ده جزء من كيرف، بس المركز في اتجاه والمركز الثاني ده في اتجاه، تمام. الحاجه اللي الدكتوره شرحتها في الامتحان او اسف في المحاضره زياده، حاجه اسمها البروكن باك كيرف. ايه البروكن باك كيرف؟ ان انا داخل على الطريق الاقي كيرف. في حد عايز سؤال؟ تمام. الاقي كيرف وبعد كده الاقي خط مستقيم وبعد كده الاقي كيرف. ففي ممكن في الامتحان يجي يقول لك البروكن باك كيرف، فاول مره واحد يسمع عن ايه البروكن باك كيرف. على فكره ميزه الورق ده ملخص المحاضرات اللي معاك، تمام. يعني انا هرفع لك برضو الباشمهندس اللي هو بيقول لي الفيديوهات اللي فاتت المرتبطه بالبي دي اف الاولاني ده هرفعه لك برضو، بس تذاكر من ده، تمام. وانا همشي معاك واحده في ده واحده واحده في ده عشان تشوف ايه الدنيا، ايه اللي فيه اختلاف يعني، تمام. والبروكن باك كيرف قلنا ده عباره عن مين؟ كيرف، وبعد كده خط مستقيم، وبعد كده كيرف. في مشكله وجالك سؤال في الامتحان، ايه هو انواع المنحنيات الافقيه؟ تمام. هتلاقي في حاجه اسمها السبايرال كيرف، ده هنتكلم فيه النهارده في قصه السوبر اليفيجن. السوبر اليفيجن النهارده هنعمل حاجتين، حاجه اسمها السايد ديستنس على هوريزونتال كيرف، وحاجه ثانيه اسمها السوبر اليفيجن، والرسومات هنرسمها بايدينا النهارده على الكاد يعني، تمام كده يا شباب. طيب في سؤال في الشيت عندك، حاجه اسمها مين؟ الكومباوند كيرف، تمام. ايه بقى قصه الكومباوند كيرف؟ ان انت عندك في الكومباوند كيرف هتلاقي عباره عن مين؟ هتلاقي ادي الطريق بتاعك، تخم بس الخط ده، هتلاقي انت عندك طريق وبعد كده دخلت على منحنى، كويس، وفي منحنى تاني وبعد كده امشي ستريت. القصه كلها في ايه في الكومباوند كيرف؟ قلت لك ان الكومباوند كيرف في نص قطر هنا، صح، في نص قطر تاني هنا، مش ده الكومباوند كيرف؟ طيب انت اصلا الكيرف الاساسي اللي كان كده فاكر العناصر بتاعته؟ اه يا عم فاكر. عباره عن ايه؟ ان انا عندي نقطه اسمها البي سي، دي بدايه المنحنى، وعندي نقطه نهايه المنحنى البي تي، صح، وعندي نقطه اسمها مين؟ البوينت اوف انترسكشن. طيب يا باشمهندس، طب لو كومباوند كيرف انا ما درستش الكلام ده يا عم، هو ازاي يا باشمهندس؟ هتلاقي برضو نفس الكلام. ايه هو نفس الكلام؟ ان ده الكيرف ده بيتعامل مع انه كيرف لوحده، الجزء ده ازاي يا باشمهندس؟ فين الثلاث نقط بتوعه؟ هم اتعامل الثلاث نقط بتوعه،
اهو في مشكله فين؟ ادي البي سي، ادي بوينت اوف كيرفتشر، بس عندي اتنين كيرف، فنسمي ده بوينت اوف كيرفتشر واحد تمام، والبوينت اوف انترسكشن واحد كويس، والبوينت اوف تانجنت واحد تمام. لو جه طلب منك تحسب عناصر المنحنى دي تعرف تحسبها؟ اه، طالما معايا الدلتا بتاعت الزاويه دي ومعايا نص القطر بتاعه سميه ار واحد عشان عندي منحنى تاني دي ار اتنين، يبقى خلاص هعرف احل. طيب نفس الكلام هيجي يقول لك والله تعرف تحسب لي العناصر المنحنى للجزء التاني ده، قول لي يا عمي بس نص القطر بتاعه الار اتنين بتاعته كام والعناصر بتاعته ايه؟ العناصر بتاعته النقطه اللي هي بتاعه البوينت اوف تانجنت بتاعه المنحنى الاولاني هتلاقيها هي نفسها مين؟ البوينت اوف كيرفتشر بتاعه المنحنى نفسه الاول الثاني ده بقى، صح؟ هي نفس نقطه التماس دي، بيسموها نقطه التماس المشتركه ما بينهم، والنقطه دي اسمها ايه؟ البوينت اوف تانجنت 2. طيب في نقطه الانترسكشن بتاعه نفس الكلام، ادي ادي الخط بتاعه متقاطع مع الخط ده، ده المس بتاع ده والمس بتاع ده، هتلاقي ده في البوينت اوف انترسكشن مالها اسمها ايه؟ اتنين. فدي عندك مساله في الشيت تتعامل مع ده لوحده وتتعامل مع ده لوحده تمام. ازاي يا باشمهندس؟ تعالى نمسك المساله كده، بيقول لك ايه؟ بيقول لك عندك كومباوند كيرف عندك كومباوند كيرف قال لك عباره عن في جزء من المنحنى نص القطر الاولاني بتاعه 800 فيت ونص القطر الثاني كام؟ 520 فيت. الديفليكشن انجل الزاويه بتاعته الاول 42 درجه كويس، والزاويه التوتال بتاعت المنحنى كله 70 درجه ماشي. وقايل لك حاجه اسمها البي سي سي. ايه البي سي سي دي؟ عباره عن ايه؟ قال لك والله انت فاكر النقطه دي اللي هي كانت عباره عن البوينت اوف تانجنت بتاعت المس الاولاني بتاعت المنحنى الاولاني، وقلت لك هي هي نفسها نقطه التماس الثانيه او نقطه بدايه المنحنى الثانيه، النقطه دي بيسموها ايه؟ البوينت فروم كيرف تو كيرف، بيسموها البوينت اوف سي سي تمام. دي فيها مشكله، يعني دي المنحنى الاولاني ده البوينت اوف كيرفتشر واحد ودي البوينت اوف تانجنت واحد. طب المنحنى الثاني المفروض دي تبقى البوينت اوف كيرفتشر 2 ودي البوينت اوف تانجنت 2، بس قال لك النقطه دي هي نفسها النقطه دي، فبيسموها ايه؟ بيسموها النقطه بتاعه المنحنى الاولاني للمنحنى الثاني، نقطه التماس بيسموها البي سي سي، ان بوينت فروم كيرف واحد لكيرف 2، فبيساوي السي من هنا والسي من هنا. في مشكله؟ تمام يا باشمهندس. تمام. وقايل لي الستيشن بتاعتها بالرقم ده تمام، احسب لي الكورد لينس لكل كيرف والستيشن بتاعت البي سي والستيشن بتاعت البي تي. ماشي يا عم، سيبك من الجزئيه دي لما نيجي نتكلم فيها دلوقتي في مين، في الجزئيه بتاعت السوبر الفيجن، فخلي دي للسوبر الفيجن تمام كده. طيب تعالى بقى نحل بقى المثال ده كويس كده. خليكم كده دقيقة افتح بس المحاضرة عشان اوريك حتى الرسمة دي، او تعالى 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 نرسم هنا ايه على الكاد حتى بخلاص. هو بيقول لي ان انا عندي ادي الطريق الاولاني اهو، عايزين بس نرسم الرسمة بس، هو الجهاز تقيل شوية معلش لحد ما اللي هي تظبط، بس إن شاء الله حتى حاجة مبدئية كده بس. ادي المنحنى الاول وادي المنحنى الثاني خلاص كده تقريبا يعني كويس. تعال نمسك كل منحنى منحنى، المنحنى الاولاني اهو كويس، النقطه دي بيسموها ايه؟
البوينت اوف كيرفيتشر واحد، بي سي سي بوينت اوف كيرف واحد، اس ادي النقطة دي تمام. لو دي كده كوبي النقطة التانية دي، قلت لك ايه نقطة التماس ما بين المنحنى ده والمنحنى دي بيسموها ايه؟ البي سي سي. خلاص اللي هي كانت في الاصل البوينت اوف كيرفيتشر بتاعت ده واحد والبوينت اوف تانجنت واحد تمام، والنقطة الأخيرة دي سموها ايه؟ البوينت اوف مين تانجنت بتاعة المنحنى التاني، ايه point of tangent بتاع المنحنى التاني. خلاص يا عم ماشي. الفكرة كلها ايه؟ مش كل منحنى ليه العناصر بتاعته. ايه العناصر بتاعته؟ ليه ده ليه نص القطر بتاعه صح كده، ليه الديفليكشن انجل. فين الديفليكشن انجل؟ قلنا الديفليكشن انجل لو انت افتكرت كده في الاجزاء اللي كنا بنشرحها زمان كده، الديفليكشن انجل هي الزاوية ما بين الممس الاول والممس التاني للمنحنى ده صح كده. طيب طب هو المنحنى ده مش ليه ممس الاولاني فين اهو والممس التاني فين؟ المفروض بادئ من نقطه البوينت اوف تانجنت 2 اللي انا قلت لك سميتها البي سي سي صح كده اهي. خلاص كده. والزاويه دي اسمها ايه؟ قلنا الزاويه دي اسمها ايه؟ الدلتا صح اهي. ممكن نسميها عشان بس ما نجيش رموز دلتا واحد ماشي كده، دلتا واحد ايه. خلاص اهي يا عم موف اهي. في مشكلة لحد الآن؟ حد عنده أي مشكلة بس في الأجزاء دي؟ ممكن لا لا ينور الشمس ماشي كده تمام. نعتبر ده كيرف اتنين بس، بس هذا في حاجة يعني الرسمة دي بس عشان تظبط معانا يعني. تمام. الفكره كلها نقطه التماس دي هي هتبان عندي متكسره في الرسم عشان برسم بس بسرعه، بس هي هتلاقيها متحققه هندسيا. ايه هي بقى؟ تعالى لو جينا اتعاملنا قلنا فين الممس الاولاني؟ الممس الاولاني اهو صح. لو جينا بس اتكلمنا، سيبك من الرسم اللي انا رسمتها دي كلها، ايه خليك بس في المنحنى الاولاني. هو قايل لك نص القطر المنحنى الاولاني بكام؟ ب 800 فيت صح؟ يعني ار واحد اهو ده كده ب 800 فيت صح كده؟ ب 800 فيت ال R واحد بتساوي 800 فيت ماشي يا عم. مش هو اللي قال كده؟ اهو. وقايل لي ايه تاني في الاجزاء اللي هو قايلها لي؟ وقايل لي ال R 2 ب 520 فيت للجزء المنحنى التاني. لو كان كده خدنا بس منحنى تاني كده، مش قلنا منحنى مركب يعني ده لنص قطر وده لنص قطر والمركزين هتلاقيهم على خط واحد وفي جهه واحده صح؟ فده برضو مين؟ فانا ده كوبي المسافه دي خدناها في المساحه الثانيه بالظبط. ما علينا. الار 2 انت لا فاكر حاجه اصلا، بس يلا الار 2 بكام؟ قلنا بتساوي 520 فيت. انا ماشي واحده مع المساله دي تمام. قايل لي ايه كمان؟ قايل لي والله ان الدلتا واحد زاويه الديفليكشن انجل بتاع المنحنى الاولاني ب 42 درجه. قايل لي الدلتا واحد دي بكام؟ 42 درجه صح كده؟ مش هو اللي قال كده؟ تمام. وقايل لي في حاجه اسمها الدلتا توتال. ايه الدلتا توتال؟ تعالى بس نقف ثانيه واحده نكمل بس لو في حاجه انساها على جنب دي وبعد كده نكمل. وقايل لي في حاجه اسمها البي سي سي الاستيشن بتاعتها بكام؟ ب 600 وشويه صح كده؟ فايه اللي الاستيشن بتاعه البي سي سي بشويه ب 600 وكسر كده تمام. طيب وايه اللي الدلتا توتال؟ ايه الدلتا توتال؟ قال لك والله تعالى كده لو احنا رسمنا بقيه الممسات ونكمل نفس اللي احنا عملناه ده على المنحنى الثاني. ايه المنحنى الثاني؟ هنلاقي فيه ايه؟ هنلاقي فيه ممس الاولاني. الممس الاول من عند نقطه التماس بتاعته او نقطه البي تي دي وطالع على استقامته. فين الممس الثاني بتاع ده؟ اهو من عند النقطه دي كده وماشي كده صح؟ مش ده كده لو احنا اتعاملنا انسى خالص ده كده خالص.
يعني انسى خالص ده كده، انسى خالص ده بقى منحنى هو لوحده صح، وده منحنى لوحده. انا بقول لك بس لو انت مديت ده على استقامته هتلاقيه بالشكل ده تمام. دي حاجه هندسيه، هتلاقي المنحنى المركب فيه ايه، ان المماس الاولاني بتاع المنحنى الاول والمماس التاني بتاع المنحنى التاني ده على استقامته ده على استقامته تمام، هتلاقيهم متقاطعين في نقطه تمام. النقطه دي الزاويه دي اهي بيسموها مين، الدلتا الكليه، الدلتا توتال، هتلاقي دي الدلتا توتال وقال لك دي ب 72 درجه ماشي حلو كده. طيب وهتلاقي حاجه تانية برضه هنا رسمها بس غلط، ان هي ايه، هتلاقي المماس ده اهو لو جيت رسمته صح بقى معايير هندسيه والكلام ده والحاجات الحلوه دي هتلاقيه ماله على استقامه واحده، هتلاقيه على استقامه واحده مع ده اهو. حتى كنا بنسميه في المساحه بتاعه التانيه المماس المشترك لو انت فاكر، المفروض ده اهو على استقامه واحده هتلاقيه بيمس المنحنى ده تمام. احنا ممكن نظبطها شويه المفروض ده اهو المنحنى ده اهو اللي هو يعني بقى صعب شويه في التحدد، ممكن ننزله شويه كده نص القطر بتاعه. المفروض انت بترسم بقى بحاجه زي كده ضيعنا وقت تاني، هتلاقي المنحنى الاولاني ده اهو والمنحنى التاني ده اهو، المماس الاولاني التاني بتاعه هتلاقيه على استقامه المماس الاولاني بتاع المنحنى التاني ده. حد فاكر الرسمه دي بتاعت مساحه تانيه؟ ده المنحنى المركب، المنحنى المركب مش عارف الناس شافته في المحاضره مع الدكتوره ولا لا. ايوه طيب حد عنده مشكله في الرسمه دي؟ الرسمه دي لو فهمتها خلاص كل سنه وانت طيب، كل حاجه وضحت. ده الجزئيه بتاعت المنحنى الاول وده المنحنى الثاني. انا بقول لك بس في حاجتين هتعرفهم هندسيا، المماس ده هو بيسموه المماس المشترك اللي هو اهني مماس التانجنت او المماس الثاني بتاع المنحنى الاول هتلاقيه على استقامه المماس الاولاني بتاع المنحنى الثاني. دي حاجه هندسيه يعني عشان دي نقطه تماس، ونص القطر ده مش عمودي على المماس الاول وهو هو نفس نص القطر بتاع المنحنى الثاني عمودي على المماس الثاني، فدي زاويه قايمه ونقطه تماس فهتلاقيها على استقامه واحده تمام. هي بس عشان الرسمه بس كانتش في البدايه كنت برسمها اي هبل كده فالدنيا كانت ايه ما كانتش ظابطه يعني ماشي كده. طيب فين الديفليكشن انجل الاول بتاعت المنحنى الاول اهي، طب فين الديفليكشن انجل بتاعت المنحنى الثاني اهي. يعني بس المساله دي هتلاقيها بتراجع لك على اول جزئيه في المنحنيات الافقيه اللي هي الجزئيه بتاعت مين دي، انا ما اعرفهاش بكام، هو مش مديني ارقام ليها. المساله دي هتلاقيها بترجع لك عناصر المنحنى، يعني اكنك لسه بدرس بشتغل لك من اول سيكشن تاني في المنحنيات الافقيه عشان تبقى عارف. بس ايه في مساله مركبه شويه. طيب قايل لك الدلتا توتال دي ب 72 ومديك نص القطر الاولاني ب 800 وده ب 520 ومديك الاستيشن بتاعت دي كده صح بكام؟ حد فاكر؟ فاكر الستيشن دي كانت بكام؟ ب 600 وشوية. اه جدع، اللي هي كام شوية دول؟ 634 خلاص كده؟ ماشي حلو. ستمية زائد 34 ماشي حلو كده؟ حلو، ده اللي هي الستيشن بتاعت دي هي يعني. خلاص كده طالب منك ايه بقى؟ بيقول لي هو في المساله مطلوباته هتلاقيها عندك في الشيت هرفعه لك النهارده ان شاء الله. بيقول لك فايند الكورد لينسز، اطول عايز الكورد لينس بتاع المنحنى الاول والكورد لينس بتاع المنحنى الثاني. انت فاكر القانون بتاع الكورد لينس كان بيساوي ايه؟ الكورد لينس كان بيساوي ايه، حد فاكر؟ ار 2 ار صح، ساين دلتا على 2. انا قلت لك السلايد بتاعت القوانين دي مهمه جدا، مش هتعرف تحل المساله دي الا غير ما تكون حافظها. طيب دي لو قلت لك المنحنى الاول مش هيبقى نص قطر المنحنى الاول والدلتا بتاعت المنحنى الاول، تعرف تحسبها؟ هل اصلا كنت محتاج اخش في الرسمه؟
لا مش محتاج اخش في الرسمه ليه؟ انا اصلا اوتوماتيك معايا نص القطر الاولاني ب 800 ومعايا الدلتا 1 ب 42 صح؟ يعني لو انا عواطد اهو ب 800 ودي ب 42 خلاص كل سنه وانت طيب، اهلا بك في العاصمه، كسبت ايه معانا؟ طلعت اللينس الكورد لينس الاولاني. في مشكله؟ طب بتعرف تحسب الكورد لينس الثاني؟ اهو يا عم نفس الكلام، ايه اللي هيتحصل؟ ان انا بس ده هسميه 2 يبقى ده نص القطر الثاني 2 ار 2 في ساين دلتا على 2 اهي ساين، بس اهي دلتا دلتا الثاني. خليكم كده معايا يا شباب بس هرد على التليفون ده. يا محمد ايه بس؟ لا والله لا في حاجه ولا ايه؟ اكتر واحد مركز فينا انت يا شباب. كويس. الدنيا كانت ضايعه مني بامان. هو الموضوع سهل بس بما ان الدكتوره كانت بتدي المحاضره ونزلها متاخر فالواحد كان متلخبط. هو فعلا على رأيي واحنا خدنا الكلام ده في المساحة، بس اللي يفتكر بقى فكرناش بقى تقلبش علينا المواجع. انا مش فاكر اللي السفيد تقلقش هتجيلنا تاني السنة دي. صوت قطع هندسة او هو بيتكلم يا رأفت في التليفون وجاي تاني. والله لسه راجع اصلا من الجيش. اقول له نسيت، كنت تعبان ونسيت خلاص. بس قول له بس احنا كنا راجعين الساعه 6 وكده، فانا قلت بس احسبها في البيت ولسه مخلص حساباتها بقى عشان اتاكد برضه يعني 100%. وكنت على كده خلاص، بس اول ما كنت واقف فوق انا خلاص ماشي ماشي. يا رجاله الناس معايا؟ معلش معلش انا اسف يا رجاله معلش الناس، انا عارف ان هي بتجز على اسنانها دلوقتي مني معلش حقكم عليا. طيب نحسب الكورد لينس الثاني الار 2 بكام؟ ما ادوني في المساله مدوني بكام؟ حد فاكر؟ مدوني بكام؟ ب 520. ادي 520 البي دي اف ده اهم بي دي اف عندك اللي انا حتى التسويق راح اديها لك مش هتنفعك، ده اللي هينفعك ماشي كده. الار 2 بكام الثاني؟ ب 520 ده كده 520. تعرف تعوض؟ اه يا عم ده بس انا مش معايا مين؟ دلتا 2. دلتا 2 دي بكام؟ حد يعرف يحسبها؟ لا معايا هندسه ما هتبقى 70 ناقص ال 42. جدع، ما هو الراجل قال لك يا باشمهندس مش احنا قاعدين بنرسم ساعتين دلوقتي عشان نعرف في الاخر ان الزاويه الخارجه عن المثلث بتساوي مجموع الزاويتين خارجتين الداخلتين ما عدا المجاوره ليها صح؟ يعني ال 72 دي ناقص ال 42 هتساوي الزاويه دي اللي هتطلع كام معايا؟ 28 درجة. بقى معايا هنا ممكن هتلاقي ساعات الدكتورة بتسمي عشان بس الناس لما تيجي تفتح وتلاقي الحاجات دي ما تعملش نفسها تاهت، ساعات الدكتورة بتسمي الكورد لينس سي او ال سي مش فارقة. يعني لو سميته لك سي واحد هي نفسها ال سي. سميه كورد لينس بالكتابة، اكتب كده كورد لينس تمام؟ الحاجات دي ما تلخبطكش، انت في سنة رابعة خلاص يعني يعني ايه شفت حاجات اكتر من كده يعني. تمام. فالسي واحد حسبتها اهي معايا 800 ومعايا 42، السي 2 مع الار 2 ومعايا الدلتا الثانيه لسه حاسبها اهي. في مشكله؟ ده اللي كان طالبه في اول ايه مطلوب. طب ثاني مطلوب بيقول لي تعرف تحسب الاستيشن بتاعت البي سي دي؟ تعرف تقول لي الاستيشن دي بكام؟ انا عايز الاستيشن دي بكام؟ حد يعرف يحسبها؟ اهي لعب عيال والله. الاستيشن دي بكام؟ حد يعرف يحسبها رجاله؟ بي سي سي ناقص طول القوس اللي هو مش انت انسى خالص المنحنى المركب وافلام الهندي. مش احنا لو احنا عملنا مسحنا كل الفيلم الهندي ده اهو، امسح ده يا عم اللي مضايقك وامسح ده وامسح ده وامسح كل المهرجان ده كله كويس، وهتبقى ده كل منحنى معاك دي. مش دي اسمها اصلا قبل ما تكون البي سي سي كانت اسمها البي تي؟ طب هجيب الاستيشن بتاعت البي تي ازاي؟ اهي الاستيشن بتاعت البي تي بيساوي الاستيشن بتاعت البي سي زائد طول المنحنى ال ال كيرف.
ساعات الدكتوره كانت بتسميها كل سنه بتسميها باسم، مش فارقه بقى انت خلاص كبرت. ال ال دي ممكن تسميها اللينس اوف كيرف او بتسميها ال عادي، مش فارقه الحاجات دي ما تلخبطكش. وحد حاجه وامشي عليها، وحد يا عم اللونج كورد على السي واللينس بتاع الكيرف ال سي، مش فارقه والله. انت بس اعرف الاسم ايه وسميه زي ما انت عايز تسميه. مش هتعرف تحسب دي اهي، اقول الاستيشن بتاعت التانجنت بيساوي الاستيشن بتاعت البي سي زائد ال كيرف. طيب طب هي اختلفت، انا قلت لك هي دي نقطه التماس صح، يعني كل ده كان معاك مفيش مشكله خالص ما منها. يعني لو معايا الاستيشن دي اقول ناقص طول المنحنى ده اهو اللي هو بيسموه ال واحد اللي هنا طول المنحنى الاولاني هيديني الاستيشن دي صح بالراجع يعني. طب احسبها ازاي؟ هي عم اقول الاستيشن بتاعت البي سي اللي هي بتاعت بدايه المنحنى هيتساوي بتاعت البي سي سي ناقص طول المنحنى الاولاني. طب حد يعرف طول المنحنى الاولاني بيساوي كام؟ احنا كبرنا يا عم، احنا عارفين الكلام ده كله. القانون بتاعه طول المنحنى كان بيساوي ايه؟ سميه بقى اي حاجه، اللينس بتاع الكيرف تمام هيساوي ايه؟ الار في الدلتا في باي على 180. ايه يا عم اهني ار واهني دلتا؟ انا بتكلم على الاولاني، يبقى دي الاولاني ودي الاولاني. الار بكام؟ ب 800 ودي بكام؟ 42. طلعت ده، تعرف تحسب ال الثاني عشان اعرف احسبه ويكون معايا الار والدلتا. معاك الار والدلتا؟ اه يا عم انا جبت الدلتا من القانون الهندسي اللي هو الزاويه الخارجه صح، في باي على 180 اعرف احسبهم. في حد عنده مشكله يا شباب؟ انتوا قاعدين نفسكم من الامور بس يلا ان شاء الله سهله باذن الله يعني تمام. اعرف احسب ال ال1 اهي وال ال2 احسبها معاكم ولا تمام؟ لا ماشي يا باشمهندس. تمام جبت ال ال1 وال ال2 اهو خلاص. عايز احسب الاستيشن بتاعت البي سي، اقول الاستيشن بتاعت البي سي سي ناقص ال كيرف. دي ما تلخبطكش ليه، كانت اصلا اسمها البي تي بس عشان نقطه التماس مشتركه من الكيرف ده للكيرف ده بيسموها البي سي سي ناقص ال كيرف. هي اللي هي بكام؟ ب 586. يطلع لي ده بكام؟ حد بيعرفش لسه بيحاول يعرف ما يعرفش يحول ما بين الاستيشن وبعضها يعني؟ تاني لو انت بس عشان الناس اللي هي تايهه بس وايه لسه اول مره تشوف حاجات زي كده، دي تتقرا ازاي؟ دي احنا قلنا بنعامل الطرق معامله مين؟ المسطره. المسطره مش معاك كده اهي، قلت لك الواحد بنفرض ان ده ستيشن صح، بدل سنتي و2 سنتي ومتر و100 متر بنفترض ده ستيشن. ممكن اقول دي 100 ستيشن، تنكتب كده 100 ستيشن زائد الجزء الباقي، الباقي ده جزء من الستيشن. فالجزء من الستيشن دي بنفرض ان الواحد ستيشن 100 فيت صح، مش احنا اتفقنا على الحاجات دي من 10 سكاشن 100 فيت صح اهي. الستيشن الثانيه دي هنزود 100 صح، تتقلب ستيشن ثانيه نسميها 100، يبقى 101 زودنا ستيشن واحد، مش احنا هنزود هنا واحد ستيشن والواحد ستيشن ب 100 فيت. فاللي بعدها تبقى كام؟ استنى كده بعد اذنك، الحته دي بتتكلم على ايه بالظبط؟ التصحيح تعالى. طب حاضر عينيا. تاني احنا قلنا بنتعامل الطرق معامله مين؟ المسطره صح؟ ماشي كده يا شباب. وقلنا ايه يعني ايه المسطره؟ هتلاقي المسطره متدرجه زيرو صح، وبعد كده 1 سم وبعد كده 2 سم صح. طيب لو انا عايز اقول لك اقرا القرايه هنا، لو قلت لك اقرا تعرف تقرا القرايه هنا؟ حد يعرف دي لو كانت سنتي؟ حد يعرف يقرا القرايه دي هتقول لي كام؟ 2 سنتي ونص. 2 سنتي ونص، ما دي يا ابني سنتي ودي سنتي، فدي هتقول لي 0 سنتي صح؟ اه ماشي. زائد حته، الحته دي كام؟ جزء من السنتي اللي هي عندك بكام بالملي؟ 2 ملي مثلا، 3 ملي، اي حاجه يعني اهي. ماشي. نفس الفكره في الطرق، بس بدل السنتي دي بنكتبها ايه؟ بدل السنت دي بنكتبها ايه؟ دي بدل السنت دي هنكتبها ايه؟ فيت إيه او ستيشن. ما عندناش بقى فيت ولا متر ولا سنت، بنوحد وحده بيسموها ايه؟ الستيشن. ايه؟ صفر ستيشن تمام، ودي كام؟ واحد ستيشن. ماشي كده يا عم، بقت الستيشن صحيح ايه؟ ماشي كده. واللي ما بينهم بدل ما كانت السنت بقسمه 5 مللي او 5 اجزاء، لا هنقسمه 100 حته. ال 100 حته دي بيسموها 100 فيت، على اساس الطول ده كده ما بين الستيشن والستيشن اللي هي واحد ستيشن بيسموها 100 فيت.
الناس بس تقفل المايك بس عشان بسمع صوتي تاني. ماشي كده يا شباب. ماشي يا باشمهندس. الحته دي هتساوي كام؟ تعرف تقرا لي الحته دي كام؟ هتقول لي ايه؟ ده واقع بين الصفر والواحد، يعني صفر ستيشن صح؟ اهي صفر ستيشن. اهي صفر ستيشن. وكام حته من الفيت؟ مش انت كنت بتقول صفر سنتي زائد 3 مللي؟ طب دي كام؟ والله واقع ممكن تكون واقع مثلا عند ال 50 فيت، ال 20 فيت، ممكن تنقرا كام؟ اهي تنكتب عادي ايه 30 فيت، 40 فيت وهكذا. اهي 30 فيت مثلا. اهي مثلا مثلا. بس احنا لا بنكتب، احنا بقى متعودين خلاص فهمنا الجزء ده بالستيشن والجزء ده بالفيت، لا احنا بنكتب هنا ستيشن ولا بنكتب هنا فيت. بس انت فاهم ان الرقم اللي هو قبل الزائد ده بيبقى ستيشن والرقم اللي بعد الزائد ده بالفيت. بمعنى تاني، ما تدينا مثال يا عم احنا كبرنا على الحاجات دي. بمعنى تاني لو قلت لك تعرف تقرا دي كده 100 زائد 30 تعرف تقول لي دي بتساوي كام فيت؟ مش قلنا اللي قبل الزائد ده بينكتب ايه؟ بيتقال ستيشن صح؟ المفروض 100 ستيشن صح؟ 100 ستيشن. واللي بعد الزائد بيبقى كام؟ 130 فيت. ثاني بس، ودي كام؟ جزء من الستيشن اللي هي كام؟ بتتقرب الفيت صح؟ فلو انت عايز تقرب الفيت هقول له دي 30 فيت معايا ايه؟ زائد حته دي ال 100 ستيشن. الستيشن واحده بكام؟ ب 100 فيت. ب 100 فيت هروح في شايل الستيشن دي كده اهي وكاتب مكانها كام؟ 100. يبقى اقول اضرب دي في 100 اهي صح؟ 100 في 100 بكام؟ 10000. 10000 فيت. اي زائد 30 فيت، حد يعرف الرقم ده يساوي كام؟ 10030. 10030 صح؟ انكتب كده صح؟ صح كده يا رجاله مهندسين رجاله الناس اللي فتحت التليفون. ايوه ايوه الصوت بس المايك بس ده ماشي. صح كده الرقم ده مظبوط؟ مظبوط. تعرف تحول ما بينهم؟ طب يعني ايه يا باشمهندس ما تعرفش تديني حاجه من الاخر؟ يا عم من الاخر ايه؟ لو الرقم ده معاك بالفيت تعالى بعد رقمين حط علامه زائد بقت تحول ستيشن. اهي والله العظيم هي يا جدعان انا واحد نفسي يبقى قدكم والله كان هيبقى شاطر قوي. طيب في مشكله يعني تعرف تحول الرقم ده كده؟ لو قلت لك ده تحوله لي مثلا معاك الرقم ده تعرف تحوله لفيت ده كده بالفيت تعرف تحوله لستيشن؟ حد يعرف يقول لي كام؟ هيبقى 10 ستيشن 143.6 فيت. يا راجل حرام عليك والله العظيم حرام ضيعت شقايق. انا قلت لك مش قلت لك تعالى 10343 انا قلت لك ايه مش قلت لك تعالى بعد رقمين يعني بعد رقمين اقسم على 100 يعني اقسم على 100 اقسم ده على 100 اللي هو اللي بعد الكسر ارميه وخد اللي قبل الكسر حطه زي ما هو لو قسمت ده على 100 صح يبقى 100 زائد اهي 101 ايوه 101 ما هي يا باشا اهي وحياه ربنا اهي. طب دي تعالى بعد اقسم على 100 اهي حط الزائد يبقى دي تقرا كام؟ 101 ستيشن زائد 43.6 فيت. يا فار يا ابن الفار. مش هتجيبني يا شبشابي لا. ايوه ماشي. ده كده بص انا وصلت لحد البصم كده تمام؟ طيب انا عايز احوله لفيت. خلاص يا ريس الناس اللي فاتحه المايك دي. لو انت عايز تحول ده بقى اللي هو معايا ستيشن اهو عايز احوله لفيت. اعمل ايه؟ اشيل ازاي؟ كل سنه وانت طيب. ايوه. يبقى انا عشان احول من فيت لستيشن اجي بعد رقمين واحط علامه الزائد. عايز احول من ستيشن لفيت اشيل الزائد بس مش عايز اكتر من كده منك طالما العمليه صعبه عليك ومش قادر تفهمها تمام. نرجع بقى للمساله اللي احنا قاعدين بقالنا ساعه بنشرح فيها دي كده حاجه المفروض اشرحها بقالي 100 سنه تمام. اهي يبقى دي طلعت لي معايا كام بالستيشن وانت دايما طالما طالب ستيشن فانت بتحول له اخر جزئيه بعد ما تحول لده يعني بص حتى الراجل هنا عاملها لك ايه مش كاتب بي سي سي بكام
ب 600 زائد 43 فخد 600 ضربه في كام؟ في 100 زائد 43 بقى ده بالفيت معاكم. وانت عندك ال ال سي بالفيت فطرح فيت ناقص فيت، وبعد ما طرح قسم على 100 كتب دي الستيشن. فانت في الاخر هو طلب منك ستيشن فانت بتسيب له الرقم في صوره ستيشن. في مشكله شباب؟ زي الفل يا باشا. زي الفل يا باشا. جبت الستيشن دي؟ حلو اهي جبناه اهي، الف مبروك. طب تعرف تجيب الستيشن دي؟ حد يعرف يقول لي الستيشن دي بكام؟ بتاعت البي سي سي زائد الطول المنحنى. زائد الطول المنحنى اهي، مش دي النقطه بتاعت البي تي اهي، اسف اهي، خد هنا، ودي عباره عن مين؟ الانترسكشن بتاع دي. فهو عايز النقطه دي، هقول له البي سي زائد ال كيرف دي اهي. يعني تعرف تحسبها بقى بالستيشن والفيت والكلام الحلو ده، ضرب 600 في 100 وزائد 34. قلت لك شيل الزائد حط ازاي بس، يعني ايه المعضله دي صعبه عليك؟ خلاص شيل الزائد حط ازاي. في مشكله؟ ها انا تمام مش عارف. المسألة خلصت على فكرة، احنا قاعدين بنتكلم فيها، المسألة دي مشيت عندك، مش عارفة كم أربعة وثلاثة يعني. تمام؟ طيب خلصنا منها. طالب في مسألة تانية في الشيت، مديك الدلتا ومديك الديجري أوف كيرفيتشر ومديك الستيشن بتاعة الانترسكشن. تعرف تحسب كيرف داتا والكلام ده؟ ده أول سكشن. أيوه. دي مشكلة عند الناس. ها في مشكلة عند الناس؟ لا مثلا الفكرة كلها عشان تحسب منحنى يا، بس الناس تقفل المايك بس، يعني تتكلم بس وتفتحه يعني، بس ما يبقاش بشرح والناس شغالة المايك وفي حاجات كده بتحصل يعني. طيب دلوقتي لو انا عايز اخش احسب عناصر المنحنى، محتاج الدلتا ومحتاج الار. اجيب الار منين؟ ما هو مديني الديجري اوف كيرفيتشر. مش في علاقة بين الار والديجري اوف كيرفيتشر؟ ان الار بتساوي 5729.50 على ديجري اوف كيرفيتشر. طلعت مين؟ الار. بقى احسب عناصر المنحنى، احسب بي سي واحسب بي تي اهي يا عم، والستيشن وايه، وقعد الراجل يحسب لك ويروق عليكم. في مشكله اهي، ازاي احول من من فيت لستيشن؟ اقسم على 100، اخد الرقم اللي هو بعد العلامه اهي ب 71. الموضوع تافه. محتاج بعد رقمين اقسم على 100، احط علامه ازاي؟ في مشكله شباب؟ نعدي الجزئيه دي، نعدي الجزئيه دي. طيب الجزئيه بتاعت ان انا قلت المره اللي فاتت، بس الناس يعني ايه يعني كانت صعبه عليهم ومش قادره تجمع، هي إيه حاجه اسمها مين؟ السايد ديستانس على المنحنيات الافقيه. ايه السايد ديستانس على المنحنيات الافقيه؟ يعني بس ايه، عايزين كيرف كده، صوره الكيرف لما نخش الاجزاء دي، وهرفع لك البي دي اف ده اللي انت بتتكلم فيه ده. عينيا حاضر. تمام مفيش مشكله عند الناس اللي هي عامله عليها مشكله. نشوف بس كده دقيقه واحده، دقيقة واحدة بس، هشوف بس المكان بتاع الفيديو ده عشان ايه مش لاقيه يعني. تمام دقيقة واحدة كده مع الناس وانا هرجع لكم تاني دلوقتي. بسم الله الرحمن الرحيم. تنسانيش في الأسئلة يا باشمهندس. أنا يا حاضر، دقيقة واحدة بس عشان إيه نكمل الجزئية دي بس. بص كده يا شباب، دقيقة واحدة بس. إيه الفكرة أنا عايز أقولها لك في الفيديو ده؟ أو ال واحد بيشرح بمزاج والله بالليل ده، تمام؟ مش عارف الناس معترضة ليه. ده المشكلة بكرة آخر اليوم بيبقى خلاص خلصانين يا باشمهندس، مش عارفين نركز، مش مركزين خالص. أول اليوم زي آخر اليوم يا سيدي، أنت قاعد في البيت بتشرب شايك يعني أقول لك إيه بس. بس إحنا النهاردة كنا في كلية الصبح يا باشمهندس، كنا عندنا 3 محاضرات الصبح راجعين يعني، وفي ناس أصلا مسافرة لسه دخلت البيت الساعة 7 مثلا. وأصلا كمان بالليل متعشي. أنا والله معلش، أنا عارف الكلام ده كله، بس إحنا إيه هنحاول بس باذن الله كده ايه ما تكررش. انا عن نفسي يعني مش عايز اضايقك ولا تقل عليك يعني. الناس شايفه الفيديو طيب او شايفه الحاجه؟
انا شايف الشاشه باينه كده يا باشمهندس. تمام تمام تعالى بس شوف الفيديو ده وقصدي منه ايه السايد ديس اللي معاك. فكره على فكره انا قاعد بعيد الكلام اللي انا قلته المره اللي فاتت واللي قبلها عشان الحم كله في بعضه ويبقى معاك السكشن كامل، التلات سكشن كلهم في سكشن واحد النهارده يعني اوكازيون. تمام تعالى بس نشوف الفيديو ده كده وهتلاقي نفسك انبسطت قوي. يعني بص كده اي منحنى بخش عليه، عايز اوريك واحد بس جامد كده. شايف المنحنى ده؟ ده منحنى. انا اتجاه نظري وانا راكب العربيه، هل بيخش يمين ولا اتجاه نظري خط مستقيم؟ خط مستقيم. لحد ما ابدا اخش على المنحنى خط عينيا بيمشي مع مين؟ مع المنحنى. يعني تاني كده بص كده، منحنى زي ده كده، ده منحنى اهو، المفروض ان في حد مقابلني هنا، انا عينيا خط نظري خط مستقيم، فانا مش شايف اللي جاي لي من هنا. مين اللي مضايق عينيا؟ الاجزاء اللي هنا، في شجر، في جبل، في بيت. فانا قال لك لازم الحاجات اللي جوه دي او الحاجات اللي هي جوه المنحنى دي لازم أن يكون في مسافه امنه ما بينها وبين الكيرف. ليه؟ عشان تكشف الناس اللي هي معديه على الطرق دي تكشف بعضها، ما تبقاش مقفوله. ليه؟ يعني شوف الممسك اللي معدي ده، انا داخل على المنحنى اهو ما بقاش شايف، انا عينيا خط مستقيم. تمام؟ انا طول ما انا داخل على بص بص ده كده زي ده كده. دلوقتي انا مش شايف اللي ورا الشجر ده ليه؟ انا عينيا خط مستقيم. حتى لو عينيا بلف معاه مع الكيرف انا مش شايف، في حاجه مانع الرؤيه. فبيقول لك ان لازم يكون توفر مسافه امنه بين ايه وايه؟ ما بين العائق ده، العائق ده زي الشجر زي بيت، وما بين الكيرف. هي دي السايد ديستنس. الناس فهمت؟ ايوه حلو. انا بالنسبه لي المسافه اللي انا ابعد منها او يعني دي الطريق ده كام حاره؟ حارتين، حاره هي وحاره هي. الحاره اللي هي قريبه من الكيرف دي اللي هي لجوه بيسموها الحاره الداخليه، والحاره دي بيسموها مين؟ الحاره الخارجيه. مين الكريتيكال بالنسبه لي اللي تمنع الرؤيه اكتر؟ لو انا ماشي على الحافه دي على الحاره دي ولا الحاره دي؟ اشمعنى انا لو طلعت بره الناحيه دي على الحاره اللي بره دي هلاقي نفسي ايه؟ كاشف شويه. طب لو داخل من هنا لا ده يعني قافل الرؤيه خالص. فبالنسبه لي الكريتيكال مين؟ الحاره الداخليه. صح صح يا ابني. صح 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 يا عم. حلو. فعندنا حاجه اسمها مين؟ السايد ديستنس على المين؟ المنحنيات الافقيه. ارفع لك الراجل عايز الملف ده ارفعه له. عينيا حاضر. تمام الموضوع سهل. عينيا حاضر. اوامر يا فندم. عينيا. تسلم. ماشي كده؟ حلو. فقال لك ايه؟ ان احنا عندنا مثلا انت صورتك يا سلم مش عايز تتحرك. تمام كده؟ قال لك ايه؟ قلبك يا باشمهندس. ماشي تمام. قال لك إيه؟ لو انا عندي عائق بص بص حتى بقول لك ايه؟ اقرا كده يعني حاول بس استفهم يعني بص كده خد فكره يعني. ما تتقفلش من الرسمه. ده المنحنى اهو. انت لو داخل على المنحنى هنا خط نظرك فين؟ لكده ولا كده؟ لفوق. دايما خط النظر في خط مستقيم، فانا لو واقف هنا كده خط النظر بتاعي فين؟ كده صح؟ لكن قال لك طيب انت يا عم تعالى تخيل كده ان انت واقف هنا وبتبص من غير عربيه بقى، فبتبص على حاجه الناحيه دي عشان تبقى كاشف الحاجه دي. فانت بالنسبه لك لو داخل على المنحنى فانا نفسي اللي واقف هنا اهو عند البي سي يكون شايف البي تي، ما يكونش في حاجه هنا موقفه خالص، ما يكونش في مبنى قافل الدنيا، ما يبقاش في شجر واقف الدنيا. ده لو انت بتصمم حاجه وعايزها ايه مثاليه جدا، بس الواقع مش كده. الواقع بتلاقي حاجات ما تعرفش تنقلها، بتسيف نفسك على قد ما تقدر، تقلل السرعه بقى الكلام ده. فالحاجه دي يعني ايه؟ اكون داخل على الكيرف ومامن نفسي، يعني لما يشوف حاجه قدامه مقابلاه في وشه تكة فرامل يعرف يقف. ايه الحاجه دي اللي احنا خدناها دي؟ اللي هو يشوف حاجه قدامه ويدوس فرامل يقف، اسمها ايه؟ لا حول ولا قوه. اول سكشن يا ابني جبت لك فيديو لعالم ماشيين في المدرسه ويدوس فرامل ويزود السرعه. معلش سؤال تاني بس يا باشمهندس. قلت لك انا نفسي يكون اللي داخل على البي سي شايف البي تي صح؟ ما بقاش في حاجه رؤيه عاقه للرؤيه هنا صح؟ عرفت ترد بقى ان في عاقه للرؤيه وفي كل البلاوي السودا دي. انا داخل على المنحنى تمام، شفت حاجه قدامي وخلاص فجاه ظهرت فجاه قدامي، ادوس فرامل تقف، اسمها ايه؟
الستوبنج سايد ديستانس. ايوه الستوبنج سايد ديستانس، عشان بس الناس تسال ايه علاقه الستوبنج سايد ديستانس بالمنحنيات الافقيه. هنا عندي حاله كريتيكال بالنسبه لي، حاله ان انا عندي عوائق قدامي مع عايش حيش الرؤيه بالنسبه لي، وانا داخل على المنحنى شفت عائق قدامي فانا دوس فرامل وقفت، فدي اسمها ستوبنج سايد ديستانس. ازاي احسبها بقى يا معلم؟ تعالى اعمل ايه الملف اللي انا قلت لك ان انت مش عاجبينك ده، والله الملف ده كويس جدا، يقرا عن بلاك تحقيق الامان عن السيارات على المنحنى يجب توفير ستوبنج سايد ديستانس كافيه. تمام، ازاي احسبها؟ قال لك يا عم القانون ده اهو، القانون ده حد فاكره كان شبه ايه؟ خدناه كده يعني في القوانين بتاعه المنحنيات الافقيه. اسمه ايه؟ مش في قانون كان اسمه الام، يعني هاريس من الاردنيت، من الاردنيت هو يا جدعان اهو، ما تفتحوش كمان ما تفتحوش كتاب خالص، يعني هاريس ود ده الميد ترم قريب ادي الام اهو، فالام بتساوي الار في 1 ناقص كوزاين. ايه الام؟ الميد الاردنيت، المسافه ما بين منتصف الوتر لحد مين قيمه المنحنى. فهو بيعتبر ايه عشان يعرف يحل؟ ودي حاجه برضو لو انت متصعب عليك ما تحفظ القانون راح نفسك بس افهمها. بنعتبر ايه؟ ان بدل المكان ده طول الوتر، والمسافه اللي هي واقفه ما بين منتصف الوتر لحد قمه المنحنى اسمها الميدل اوردينيت، لا هنعتبر ده هي مسافه الرؤيه، الخط ده بيعبر عن الرؤيه، والمسافه طالعه من منتصف الخط ده لحد قمه المنحنى هي المسافه اللي انا لازم ابعد العائق عنها عشان اوفر مسافه كافيه امنه. فدي شبه الام، فعشان كده القانون اللي هو حاطته لك جايبه استنتاجه منين؟ من ميدل اوردينيت. من الاخر احفظ القانون ده يا عم عشان تريح نفسك، ان انا عشان الام دي بتساوي حاجه اسمها الار في في 1 ناقص كوزاين 28 65 في الاس اللي هي بتعبر عن الستوبنج سايد ديستانس على الار في، دي اسمها الاس مش 6 5 5، دي 28 65 من 100 في الاس اللي هي الاس للستوبنج سايد ديستانس. انا عندي حاجتين عايز اعرفهم، حاجه اسمها الار في وحاجه اسمها مين الام. ايه هي الام والار في؟ تعالى كده للبرنامج العيان ده وعينه بينجز سريع شويه. انا لو عندي منحنى اهو وهرسم السنتر لاين بتاعه، دايما احنا بنتعامل مع المنحنيات بالسنتر لاين صح؟ طب لو انا المنحنى ده او السنتر لاين ده مش جزء من طريق، فالطريق ده ليه ايه؟ ليه حرات صح؟ قلنا عرض الحاره فاكرينها كام؟ اول سيكشن سلمي، اول عرض الحاره كام يا سلمي؟ اول سيكشن خدناه، اول سيكشن عرض الحاره 12 فيت، 12 فيت. فانا لو عندي طريق حارتين، ادي السنتر لاين بتاع الطريق اهو، ادي الحاره ايه؟ ادي حاره يمين وحاره شمال صح؟ تمام. عرض الحاره كام قلنا؟ 12 فيت، 12 فيت ركمين. ماشي ايه عرض الحاره؟ احفظها 12 فيت، دي عرض الحاره، حاره لين يعني حاره بالانجليزي لين ويتس. ماشي يا شباب اهي. قال لك المشكله بقى عندك، المشكله لو انا عندي عائق، عائق هنا مثلا حاجه بيت هنا ولا حاجه، بالنسبه لي ده ايه؟ ممكن وانا داخل هنا المبنى ده جامد جدا مانع للرؤيه، عالي ارتفاعه عالي اسف، فانا داخل على المنحنى ده مش شايف اللي داخل من هنا، فانا خايف فبهد السرعه من نفسي، فانا مش عايزك تهد السرعه، انا عايزك تمشي بالسرعه اللي انا قايل لك امشي بيها. تمام؟ طيب فهمت حاجه؟ لا ما فهمتش حاجه. طيب لو انا قلت لك معلش، لو افترضنا ان المركز بتاع المنحنى وليكن هنا اهو، في نص القطر اهو، مش نص القطر اسمه ار صح كده؟ المسافه ما بين اي نقطه على المنحنى والمركز بتاعه نص القطر. طيب قلت لك وانا بنشرح الفيديو دلوقتي بتاع العربيه اللي كانت ماشيه دي، ان الكريتيكال بالنسبه لي ان اكون داخل من الحاره دي ولا من الحاره دي؟ الداخليه. قلت لك الحاره الداخليه اللي هي قريبه من العائق الداخليه، ليه قلنا دي اللي هي مش منع الرؤيه عندي صح؟ حلو. فبالنسبه لي الحاره دي هي الكريتيكال. فقال لك ايه الراجل اللي جسمتك القانون؟ قال لك ايه؟ خد سنتر لاين الحاره الداخليه. اجيب سنتر لاين الحاره الداخليه ازاي؟ على بعد كام؟ مش دي كلها 12؟ فاكيد السنتر هنا 6 و6 صح؟ فده اسمه ايه الخط اللي انا لسه رسمه ده؟ اسمه ايه؟ سنتر لاين الحاره الداخليه، الحاره الداخليه اهي.
حلو كده يا شباب، في مشكلة؟ قال لك بنقيس منه مسافتين، مسافة اسمها الام ما بين اخر نقطة في العائق وسنتر لاين الحارة الداخلية، دي اسمها الام، ومسافة تانية اسمها الار في. ايه الار في؟ قال لك المسافة من المركز لسنتر لاين الحارة الداخلية. في مشكلة يا شباب؟ عرفت الام والار في؟ خلصت المسألة. حد عنده مشكلة؟ زي الفل يا باشمهندس. حد مش فاهم؟ حد عنده سؤال؟ لا تمام. تمام كده يا شباب؟ فبالنسبة لي ايه؟ الام والار في خلاص حددتهم. طب هستفاد بيهم ايه عشان اقعد في القانون؟ هقعد في ايه؟ عرفت الام؟ هي الام قال لك المسافة من سنتر لاين الحارة الداخلية والعائق. وايه هي الار في؟ المسافه نص القطر الحاره الداخليه، اللي هي المسافه من المركز لحد سنتر الحاره الداخليه. وايه هي الاس؟ الستوبنج سايد ديستنس. احسبها ازاي؟ القانون بتاعها اهو، ما خدناش غيره في اول سيكشن. 7.47% السرعه في الزمن زائد الفي تربيع على 30 اف زائد ناقص مين جريديانت. وقلنا التي ب 2.5 ما لا يذكر خلاف ذلك، الفي ديزاين سبيد مين بر اور، الاف الفريكشن ب 35%، والجريديانت ميل بتاعي اخده موجب او سالب على حسب ما يدولي في المساله، زي طالع ولا نازل. تمام كده يا شباب؟ تمام. ادي العائق اهو، عشان الناس بتقول البي دي اف ده مش فاهم منه حاجه، اهو الدنيا سهله. ايه؟ ادي سنتر لاين الطريق، ولو عندي حاره وحاره فسنتر لاين الحاره الداخليه اهو، عندي مسافه اسمها ام اللي هي ما بين اخر نقطه في العائق وسنتر لاين الحاره الداخليه، وعندي نص القطر، وده الار في. في مشكله؟ تعال نشوف مساله الشيت. يقول لك ايه؟ عندي هوريزونتال كيرف منحنى افقي، ماشي يا عم، على طولين. يعني ايه طولين؟ حارتين، طريق حارتين. قال لك الريديوس بتاعه كام؟ 2000 فيت. وعرض الحاره كام؟ 12 فيت لينز، عرض الحاره ب 12 متر، 12 فيت اسف. وعندي السرعه بكام؟ ب 60. قال لك ديترماين، حدد المسافه اللي انا ذات ماست بي كليرد فروم انسايد ايدج اوف ذا انسايد لين. بيقول لك حدد لي، شوف بقى الراجل بيضحك عليك، عارف ان انت ابيض، فبيقول لك ايه؟ حدد لي المسافه منين لمنين. اقرا كده، الحافه دي مش دي الحرس مات الداخليه؟ صح صح يا شباب، صح يا باشمهندس. حلو، الحافه دي او اخر نقطه دي بيسموها الايدج، الحافه اوف انسايد لين، الحافه بتاعه الحاره الداخليه اهي، ماشي كده يا شباب. بيقول لك بقى تعرف تقول لي المسافه دي بكام؟ سميها اكس مثلا. حد يعرف يحسب الاكس لو معايا الام؟ ام زائد 3 فيت. الاكس هتساوي الام ناقص نص عرض الحاره اللي هي بكام؟ ما دي العرض الحاره كلها ب 3 فيت. ليه يا ابني؟ مش دي كلها ب 12؟ اه 6 فيت. السنتر يبقى دي 6 ودي 6. فاقول الاكس دي بتساوي الام لو عرفت احسبها ناقص 6. خلاص هو عايز كده في المساله. بيقول لك اقرا تاني اهو في المساله عشان الناس اللي هي ايه ما ركزتش. ديترماين ذا ديستانس ذات ماست بي كليرد، تكون متباينه او موجوده فروم انسايد ايدج اوف انسايد لين، من حافه الداخليه للحاره الداخليه. To provide sufficient side distance والكلام ده. فالإكس هتساوي M ناقص W. W اللي هي عرض مين؟ الحارة بتاعتي على 2 اللي هي كانت 12 على 2 فاز 6. حلو كده؟ حلو. الفكرة كلها عرفت أحسب الـ M، أعرف أحسب الـ X. حد يعرف يحسب الـ M؟ القانون بتاع الـ M فين؟ أهي. الـ M بتساوي إيه؟ الـ RV في 1 ناقص كوزاين، صح؟ كام؟ 28.65 على الار في. 28.65 في الستوبنج سايد ديستانس على الار في. عايز احسب ده، يبقى لازم احسب حاجتين، الار في اللي هي دي ودي، والاس. حد يعرف يحسب الاس؟ حد يعرف يحسب الار في؟ لو كان مديك في المساله ان الار في كان في المساله هنا، هيقول لك النص القطر بكام؟ ب 2000، ومديك السرعه ب 60، وعرض الحاره ب 12. لو انت عندك الار ب 1000، صح؟ ولا ب 20؟ ب 2000؟
ب 2000، الار ب 2000، اسف الار ب 2000. حد يعرف يحسب الار دي؟ ناقص 2000 ناقص 6، هقول 2000 ناقص الحته دي، الحته دي اللي هي كام؟ نص عرض حاره، الحاره كلها ب 12 ناقص 6 اهي يا عم، حسب الار في اهي، ايه 2000 ناقص 12 على 2. طب حد يعرف يحسب الاس؟ حد يعرف يحسب الاس؟ اهي القانون بتاعها اهو معايا الصوره، خلاص احسب منها الاس. هل جاب جاب سيره ميل جريدينت؟ ما جابليش، احط الجريدينت بكام فيه؟ بزيرو. والاف بكام؟ 35%. حسبت الاس ومعايا الار في، تعرف تعوض، طلع الام، تعرف تجيب الاكس، خلصت يا باشا. لعب عيال والله. اعيد؟ لا تمام كده، نعيد تاني في سؤال تاني. يقول لك ركن في مبنى is situated واقع adjacent to، قريب من او مجاور لحاره او لكيرف horizontal curve، النص القطر بتاعه 60، وعندك 10 فيت from mean edge of two lane. تمام، قال لك نص القطر بتاعه 60 فيت وعندك 10 فيت منين؟ اقرا ال 10 فيت from the edge of the mean inside lane. يقول لك ايه؟ هتلاقي عندك في الشيت واضحه شويه للراجل ده وبيكتب، بس كان مستعجل. فدي ال 10 فيت منين؟ قال لك من فروم الايدج، من الحافه الداخليه بتاعه الانسايد لين. فقال لك والله بدل ما كان مديك بقى عايز تحسب الام، لا مديك الاكس هنا. تعرف تحسب منها بقى الام والكلام ده او اي حاجه طالبها منك؟ هو مديك الاكس، قال لك المسافه ما بين الركن بتاع المبنى لحد الايدج بتاعه الانسايد لين ب 10 فيت. تمام، ديترماين عايز يحسب من هنا الاس. تعرف تحسب الاس؟ ايوه، لو عندك وقال لك اجيب الام ما ومديك السرعه، في واحد ممكن يروح يحسب على طول مين السوبنج سايد ديستانس هيساوي 47%، صح؟ الفي في تي، ومعايا الفي بكام؟ واحد مديله السرعه، واحد بقى مستعجل يروح يحسب منها مين السرعه بتاعه القانون. طيب يا باشمهندس، ما انت جيت حسبت السرعه، الستوبنج سايد ديستانس بناء على السرعه، بس خد بالك انت هنا هتشتغل على القانون بتاع مين؟ الام، ان انت معايا الام ومعايا الار في، صح؟ هروح احسب منها مين؟ الاس من هنا. طب تعرف تعوض في القانون ده؟ معاك الام، حد يعرف يحسب الام؟ الاكس زائد نص الحرف، نص الحرف كام؟ ب 6 10 و 6 كام؟ 16. دي ب 16 معلش مش 14. هو هنا ممكن تلاقي مديك، لا قايل لك مديني لين ويتس بكام؟ ب 8، صح؟ يبقى نص الحرف كام؟ ب 4، يبقى 10 زائد 4 بكام؟ ب 14. طب حد يعرف يحسب الار في؟ هيساوي الار ناقص نص عرض حاره اللي هي 60 ناقص 4 بكام؟ 56. ب 56 اهي، جبت الار في. اروح احسب من هنا مين؟ الاس. يبقى انا مش هستخدم القانون ده، هروح استخدم منها مين؟ الاس ده. طيب هو كان في المساله بيقول لك ايه؟ ديترماين، حدد لو الستوبنج سايد ديستانس دي سيف ولا انسيف. يبقى لو هو كان قايل لك احسب كالكوليت الستوبنج سايد ديستانس، مش هحسب بالقانون ده، هروح احسب مين؟ بالقانون بتاع الام. لكن هنا في المساله بيقول لك ايه؟ ديترماين هل الستوبنج سايد ديستانس دي سيف ولا انسيف، فاروح احسبها مره من القانون ده ومره من القانون ده. طب هل هي كده سيف ولا انسيف؟ يطلع من القانون بتاع السرعه، عشان انا معايا ماشي بسرعه عشان اوقف محتاج 76.5 فيت، وعشان اوقف عشان العائق ده محتاج 81 فيت. يبقى سيف ولا انسيف؟ سيف. سيف ليه؟ امتى تكون انسيف؟ لو هي السرعه نفسها بتطلع لي مسافه اكبر، لا. يبقى في الحاله دي اقول ستوب، لا خلي بالك العائق ده لو انت داخل على المنحنى هيحصل لك مشاكل. يعني الستوبنج سايد ديستانس دي على طول الطريق سواء منحنى ولا غير منحنى، معايا سرعه ب 15 ادوس فرامل هوقف على 76.5 فيت. طب لو داخل على المنحنى، لا لازم التزم بالام، فالاس طلع لي من الام بكام؟ ب 81 فيت، صح كده؟ فانا عندي مسافه اطول كمان وانا داخل على المنحنى، فسيف. في مشكله يا شباب في الحته دي؟ تمام كده زي الفل. النقطة اللي احنا خدناها المرة اللي فاتت حاجة اسمها السوبر اليفيجن، احنا شفنا الفيديوهات المرة اللي فاتت، صح؟ تعال
تعال كده ايه ناخد في السريع كده السوبر اليفيجن، وقلنا ايه السوبر اليفيجن بستخدمها ليه؟ قلت لك لو انت معاك طوبه وربطتها في حبل صح، ولفيت الطوبه دي بالحبل بايدك كده وسبت الطوبه فجاه وسبت ايدك مره واحده، ايه اللي هيحصل؟ هلاقي الطوبه دي اتنطرت لجوه ناحيتك ولا لبره؟ لبره. ليه؟ لان في حاجه اسمها قوه الطرد المركزي. طب ايه علاقه الطرق يا عم بالطوبه والحبل؟ ما هو الحبل ده هو بيلف بيعمل دايره صح، مركزها ايدك. طب انت عندك حاجه دايره في قلب في قلب الطرق، الجزء من المنحنى، حتى لو مش دايره كامله هو جزء من المنحنى تمام. طب ايه الطوبه؟ العربيه ما ماشيه بسرعه، فالعربيه ماشيه على المنحنى اللي هي ماشيه، الطوبه ماشيه على الكيرف ده، هيحصل لها ايه بالسرعه بتاعتها؟ هتنقلب لبره صح؟ صح ايوه صح. فنفس الكلام هي ان احنا ايه، ان احنا عندنا عربيه ماشيه على منحنى تمام بسرعه زي الطوبه بالظبط، ايه اللي هيحصل لها؟ هيحصل لها حاجتين، يا اما مهمه جدا ايه تاثير قوه الطرد المركزي، او يجي يقول لك في الامتحان ايه هي فايده السوبر اليفيجن، ان هي تمنعني العربيه يحصل لها حاجتين، يا اما يحصل لها اوفر تيرنينج تنقلب، او يحصل لها سكيدنج تزحلق زي اللي حصل في الفيديو ده كده. ايه العربيه حصل لها ايه؟ ماشيه بسرعه اتزحلقت لبره غصب عنها، مش قادره تتحكم في، مش دي عيب سواق، دي حاجه طبيعيه تمام. تمام طيب، حد فاكر رسمه الكروس سيكشن في اول سيكشن خالص خدناه؟ الكروس سيكشن عندي نوعين منه، يا اما سلوبد صح، يا اما حاجه تانية اسمها مين، كراون. الكراون يعني ايه؟ الاقي الطريق بالمنظر ده كده عالي في النص، الطريق عامل كده صح، اخليها احسن هنا ايه بدل دي الناس انا عارف دماغها بتبقى مش مظبوطه اهي. يا شباب الناس اللي مشغله المايك دي صح، ادي الطريق كده، ليه عملنا الطريق كده؟ قلنا حد فاكر الميل ده كان كام؟ حد فاكر الميل بتاع الكروس سيكشن ده بكام؟ من نص ل 2.5. وقلت لك دايما اللي بناخده كام غالبا عشان تصريف المطر؟ 1.5. 1.5% اهو، 1.5%، واضحه ال 1.5 دي؟ اهي صح، غالبا بناخد 1.5%. طب ادي العربيه اللي عندي اهي ماشيه هنا اهي، يعني ده لو ده الكيرف بتاعي وجيت خدت فيه قطاع هنا هبص عليه من هنا، عليه عباره عن مين؟ الاقي كده عالي من النص ومايل في الطرفين، عشان لما اديها تشتي الاقي ايه يحصل تصريف المطر على جنبي الطريق ده صح؟ تمام تمام. فبالتالي عشان يحصل الكلام ده كله وهي ماشيه على العربيه عايزه تحصل لها ايه؟ العربيه، العربيه عايزه تنقلب لبره. طب امنع الكلام ده ازاي؟ حد عنده فكره؟ سوبر كبير يعني اعمل ايه؟ مش فاهم. نعلي حته من الطريق زي ما كنا بنعمل في السكه الحديد. ايوه زي السكه الحديد، الناجي كده عند الطريق ده كده، وخلي ده مايل كده، القطاع مايل كده صح؟ ليه؟ عشان العربيه ماشيه كده عايزه تنقلب، لا ده الطريق مايل. واضحه كده يا شباب؟ يعني ايه زي ده كده؟ بص كده شايف انا عايز اعمله كده، ليه عملته كده؟ عشان العربيه وهي ماشيه بسرعه ما تنقلبش. واحد يقول لي ايه ما هتزحلق تنقلب، مش هتزحلق يا عم، ده هي ماشيه بسرعه ده عايزه تنقلب لبره. انا لسه قايل لك الفيديو عشان في ناس دماغها كده بتسرح لبعيد يعني تمام. ايه دي؟ وعلى فكره هي ليها قيمه معينه، ممكن تكون شديده قوي واطيه شويه. طب ايه اللي هيحددها لي؟ هقول لك دلوقتي ايه اللي هيحددها لك، قانون عندنا نحسبه بيه تمام. يعني يا باشمهندس قوه الطرد المركزيه اللي بتعمل العربيه تتقلب، وهي اللي بتعمل بغضك من العربيه تعمل سلايدنج، الانهيارين سببهم كله. الله ينور عليك، هتلاقي في المحاضره عندك الدكتوره بتقول لك السوبر اليفيجن قصتها بتعمل لي حاجتين، ان هي تقدر تعمل لي ايه؟ تقلب او تعمل سلايدنج، تنقلب لبره صح او تتزحلق. فانا بعمل السوبر اليفيجن عشان اقاوم الحاجتين، ريزيست حاجتين، الاوفر تيرنينج والسكيدنج تمام. ايوه ماشي. الدكتوره اديت لكم القانون ده صح؟ ايوه صح. الاي زائد الاف اس بتساوي الفي تربيع على 15 ار، خدت القانون ده؟
الايزا الاف اس اي القانون تقريبا كان الار مينيمم بتساوي ايوه اهو لسه ما كان حاجه ده ايوه صح في تربيع نص الخلاصه بتاعت القانون ده مش ممكن اشيل الار هنا احطها مكان القوس ده واخد القوس ده اكتبه هنا يعني كده اكتبه كده الاي زائد الاف اس وايه الاف اس ده مش عارف اقول لك بتساوي ايه الفي تربيع على 15 ار تعالى نمسك حاجه حاجه ايه هي الاي مش انت الفكره كلها ان انا اميل يعني اميل اعمل ميل هنا صح فقيمه الميل هنا قيمه الميل بيسموه مين الاي اللي هي اسمها ايه السوبر اليفيجن يعني ايه قيمه ميل 1% 5% 10% طب ليه ملهاش قيم محدده الكود بيقول لك ان قيمه الاي دي من 4% ل 8% ممكن توصل 12% بس خليك شغال في الرينج ده او ما تديك الدكتوره في الامتحان او في اي حاجه في مشكله يبقى الاي اسمها مين السوبر اليفيجن ايه هي الاف اس هي العربيه لما جت الزحلق ايه الفرق ما بين الفيديو ده والفيديو ده في الفرمله بص كده الفرمله دي عندك في المنهج 2 اف اول اف خدته في الستوبنج سايد ديستنس اللي هو ده كده بص العربيه لما جت في الفرمله الاحتكاك حصل ما بين ايه وايه بص الفرمله الاحتكاك حصل ما بين مين اتجاه الطول العربيه ايوه ما بين الاطار اهني الاطار في الجزء اهني الطولي صح والاسفلت طيب العربيه لما جت هنا اتقلبت او اتزحلقت في الفيديو ده اتزحلقت الاحتكاك كان حصل في اتجاه طولي ولا اتجاه عرضي هو نفس سطح الاحتكاك يا باشمهندس ها مش هو نفس سطح الاحتكاك لا احتكاك عرضي هنا مش يا ابني الكاوتشات نفسها ايوه بس نفس مساحه الاحتكاك هو نفس السطح نفس السطح لا مش نفس مساحه الاحتكاك لا هي هي ده جزء صغير ده بص 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 تاني انا عندي مساحه من الكاوتش ملامسه للطريق فكده كده احتكت الاتجاه الطولي احتكت في الاتجاه العرضي هي نفس المساحه بس مش نفس الطول ما خدتش نفس الطول يحتكت جزء عرضي يعني يعني انا عايز اقول لك الكاوتش اللي جزء صغير من الطريق نفسه هقول لك الله ينور عليك لكن في الفرامل جزء طويل صح تمام وفي هنا جزء صغير خدت جزء من الحاره نفسه عرض الحاره تمام صح حلو تمام هتلاقي قيمه الاف اللي انت خدتها في الستوبنج سايد ديستنس بكام فاكرها 12 يا عم 12 16 دي 35% الاف في الستوبنج سايد ديستنس معلش يا باشمهندس الحته بتاعت مساحه الاحتكاك دي تاني كده تاني الفيديو بتاع الفورمولا فاكره العربيه فاكره ده ما جدع حلو وانت فرج الفيديوهات دي كانها شان جيوغرافيك ابو ظبي اهي بص يا ابني اهي العربيه لما جت فرملت انا بس عايز ازود شويه السرعه ايه لما جت فرملت احتكت الكاوتش مساحه الكاوتش الملامس هي واحده صح تمام بس احتكت في مسافه ايه في طول اطول طويل. صح لكن هنا لما جت اتزحلقت احتكت في نفس المساحه بس حاجه صغيره صح فالاف في الستوبنج سايد ديستنس هتلاقيها بقيمه 35% هنا بيسموها السايد فريكشن الاحتكاك العرضي سايد فريكشن عشان هي احتكت بالطريق في جزء صغير وبعد كده طلعت بره الطريق ايوه بالظبط اللي عايز اسال تاني مين اللي كان داخل مع الراجل ده مش كانت الاف من 12 ل 16%
هي دي السايد فريكشن. انا بتكلم دلوقتي في 2 اف عندي في المسائل، 2 اف في القوانين، واحده في الستوبنج سايد ديستانس ب 35%، دي بكام؟ غالبا من ب 12 من 100 اللي انت بتقول عليها دلوقتي الرينج ده. انا بفهم ليه الاف هنا مختلف على الاف هنا. ايوه ايوه، بس ال 12 من 12 ل 16 دي كانت الاف بتاعت ايه؟ السايد فريكشن، الاحتكاك العرضي في السوبر اليفيشن. انت سمعت كلمتين في المحاضره جت طبقهم عندي اهي. انا اصل انا اتلخبطت. الستوبنج سايد ديستنس يعني الاحتكاك العرضي 12 من 100 والاحتكاك الطولي في الحاجات الستوبنج سايد، الستوبنج سايز ديستنس بناخدها 35 صح، عشان كده مسافه الاحتكاك اقل. ايوه بالظبط كده. الناس جمعت والله ما حد بيشرح الكلام ده يا جدعان والله. قول يا ابني. هي الاف دي اللي هي ايه على جي في القانون بتاع الستوبنج سايد ديستنس؟ ايوه. للدكتوره بتشرحها ايه على جي؟ يا الدكتوره قالت لنا الايه ممكن نفرضها ب 11 و2، فده صح برضك ولا ايه يا عم؟ هي نفسها في الامتحان، انا بديك الخلاصه في الامتحان، مش هتديك كده في الامتحان، هديك الاف على طول مش عام. يعني عوض عن الاف ب 35 ولا عن الايه ب 11 و2 على جي؟ هي اقسم 11 و2 على 32%. ما تلخبطش الناس والنبي عشان خاطر، عشان سلمي عشان خاطري والله بفهم بس يا باشمهندس. يعني اصل انا برضك هي ما بتساويش 35 بالظبط، بتساوي قيمه تقريبيه، فهيتغير في القيم في الاخر، فبستفسر على حسب هو من درجه سلم اللي معلش ال 5% مش مدهالي، ما هو مدهالي مش هفرضها. ال 5% دي عندنا دي واحد هيكتب 34 واحد 33 35 يطلع نفس الرقم مش ينقصوني يعني عليا في الامتحان؟ لا هقول لها ما تنقصيش السلم. خلاص ماشي عينيا حاضر يا باشمهندس السلم ماشي. وانها بتقش يعني الحاجات دي بتلوث الناس. خلي بالك لو يعني. انا لو نقصت هيبقى ذنبي في كده عندكم. اوسع سلم بقى اوسع. معلش خلاص تعالى بقى نخش. انا بس فهمت يعني ايه الفرق بين الفريكشن الاحتكاك الطولي في الستوبنج سايد ديستنس والسايد فريكشن. هنا الناس ما تتلخبطش، السايد فريكشن هياخده ب 35%، في الستوبنج سايد ديستنس الاف ب 35%، السايد فريكشن في السوبر اليفيجن ب 12%. اخلص بقى وهي دي الاخر خلاص، كفال عليه الكفال للناس فيه تمام كده. حلو. السرعه هنا بالميل بر اور، دايما هنتعوض بالسرعه بالميل بر اور اهي، ميل بر اور، والار بالفي. في مشكله شباب، ده قانون بتاع السوبر اليفيجن، في مشكله؟ لا تمام. يبقى دي الاي زائد اف اس بيساوي الفي تربيع على 15 ار. ايه القانون الثاني ده؟ الدكتوره كاتبه لك لو كيلو متر على الساعه، احنا دايما شغالين وحدات مين؟ ميل بر اور وفي. ماشي ما تحفظش ده، خليك في ده خلاص. اللي هي هتلاقيها من 4 ل 12%. ايه هي الاف اس؟ ده المفروض يبقى فيه جدول وتجيب معلومات السرعه ب 12%، وراح نفسك الاف اس هخليه ب 12%. المفروض بقى السرعه، لان كل ما السرعه تزيد هيبقى المسافه اللي احتكي فيها اطول والكلام ده والقصه دي، 12% وراح نفسك تمام. السرعه ديزاين سبيد بالميل بر اور ونص القطر بالفي. تمام كده. في مشكله شباب، الرسمه دي هنرجع لها كمان شويه ماشي رجالتنا. طيب تعال بس ايه نخش في حاجه تانية كده لحد ما نشوف بس المساله دي. بيقول لك ايه، لو انت عندك السوبر الفيجن ب 8% والديزاين سبيد ب 60 تمام والسايد فريكشن ب 12%، بتعرف تطلع الراديوس الار بكام؟ ما الاي زائد اف اس بيساوي الفي تربيع على 15 ار. الاي عوض بكام؟ 8%. عوض طب 8% ولا 8%؟ 8% اهي. والاف اس ب 12 والسرعه ب 60 اهي، طلع منها الار. في مشكله يا شباب؟ لا تمام. طيب لو هي برضو الدكتوره يعني الفرق بين القانونين برضه، عشان الناس برضه لو جت لها حاجه في الامتحان زي كده ما تتخضش. الفرق هنا ما بين ده، لو ده ميل بر اور وده كيلومتر على الساعه، ده 15 ده 127. طب انا واحد حافظ قانون بحاول يا عم الميل بر اور لكيلومتر، زي ما خدنا في اول شيت 1.61 تقريبا، الميل بيساوي 1 او الكيلومتر بيساوي 1.61% ميل، العلاقه والسرعه والفيت والمتر العلاقه بينهم ايه؟ 3/10 صح. يا اما تحفظ ده وتحفظ ده، يا اما تعرف تحويله تحول وخلاص تمام. هنا الدكتوره بس في مساله في المحاضره تعرف تحسب بس بالكيلومتر على الساعه. في مشكله لحد الان؟ طيب الحاجه الثانيه خدنا المره اللي فاتت، قلت لك عندنا قوانين بتاعه التوسعه، الحاجه الوحيده هتلاقيها فيها السرعه كيلومتر على الساعه صح. فاكرين القانون بتاع الميكانيكال وايدنج والسايكولوجيكال وايدنج؟ التوسعه هيجي لك سؤال نظري، ايه هي الوايدنج على المنحنيات الافقيه، وقلنا ايه السبب الوايدنج؟ ان انا عندي العربيه نفسها
بزاد التريلات لما بتيجي تلف على اليوتيرن صح، ادي التريلا ايه وهي بتلف، ايه اللي بيحصل؟ بتلاقي اللي هي بتلف العجل اللي قدامي في حته والخلف في حته، فعشان كده بص القطاع ثابت اهو، عرض الطريق ثابت، تيجي على المنحنى يحصل له ايه؟ يوسع شويه، بيسموها التوسعه، عشان ايه؟ والراجل هو بيلف العربيه تتنف في قلب الاسفلت، ما تطلعش بره الاسفلت تتنقلب ويحصل له مشاكل. في مشكله؟ السؤال ده نظري هيجي لك في الامتحان. ايه هي الوايدنج؟ قول. القوانين دي بتطلع لي العرض الجديد بعد الوايدنج ولا بتطلع لي المنطقه اللي هي دايما الوايدنج بزوده على العرض اللي هو مفروض الطريق ماشي عليه ثابت، يعني الطريق مثلا اربع حارات، كل حاره ب 12 فيت يبقى 4 في 12 بكذا، مفروض الوايدنج ازوده بقى في الكيرفات. ده يعني ده لسه هيزيد، يعني ده الرقم اللي هيزيد على عرض الطريق. هي الرسمه هي يا ابني، هي يا ابني الرسمه هي يا ابني. انا قصدي القانون بيطلع لي ايه يعني؟ انا فاهم بيطلع لي اسمها توسعه، هوسع الطريق، هوسع الطريق. ايوه ايوه انا فاهم، انا كان قصدي يعني الدبليو اللي بتطلع دي هي دبليو الطريق كله بالتوسيع، ولا دبليو التوسيع اللي لسه هضيفها على الطريق؟ لا الطريق عرضه ثابت وباجي على الكيرفات ازود توسعه. اهي شايف الرسمه؟ أيوة أيوة خير وخير دليل والله فاهم دي. انا قصدي القانون نفسه بيطلع لي إيه؟ القوانين بتطلع لي الحاجه الزياده اللي هزودها على الكيرف في العرض. ماشي، يعني لو طلع لي، لو طلع لي في القانون مثلا 5 فيت يبقى انا هاخد العرض اللي هو 12 فيت زائد 5 فيت. جدع تمام. جدع 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 اهي ماشي كده. تعال نخش في ايه؟ في الوايدنج. بحسبه اتنين، عندي قانونين، واحد ميكانيكال خاص بالعربيه وخاص وحاجه تانية خاصه مين بالسواق، سايكولوجيكال وايدنج. الميكانيكال هتساوي ان في ال تربيع على 2 ار، والان هي عدد الحارات، والال هي حاجه اسمها لينس اوف ويل بيز. ايه اللينس اوف ويل بيز دي؟ لو انا عندي التريلا اهي رسم لها كروس سكشن خلاص اهي، وادي المقطوره ايه، وادي التريلا ايه، العجل اللي قدامي ايه. ايه اللينس اوف ويل بيز؟ قال لك المسافة ما بين العجلة الأولانية والعجلة الأخيرة دي اسمها ال لينس اوف ويل بيز. مش كده يعني، ده لو ده العجلة وده المحور ما بينهم، دي مش ال أهني المسافة ما بين أول عجلة وآخر طول العربية ماشي كده، بس ما بين العجلة والعجلة متر بقى صح؟ الوحدات هنا كلها بإيه؟ بالمتر اهي، كل واحد عندك بالمتر، والار بالمتر، والسرعه كيلومتر على الساعه. طيب السايكولوجيكال بيسموا ده الدبليو ام الاختصار الميكانيكال، وده سايكولوجيكال اختصار السايكولوجيكال. الفي السرعه بالكيلومتر على الساعه على 9.5 جذر ار، والار بالمتر. طيب حسبت الدبليو، الدبليو توتال بقى في الاخر هتساوي ايه؟ الدبليو توتال هتساوي الدبليو ميكانيكال زائد مين؟ السايكولوجيكال. عندي سؤال يا باشمهندس، طلعت مثلا ثواني بس 10 فيت، خلينا اقفل الجمله دي بالله عليك. الكيرف عندي كان كام؟ طول المنحنى عندي طريقين 2 في 2 في 12 ب 24 فيت، بحيث ان العرض كام؟ عرض الحاره 12 فيت، طلع معايا 10 فيت، ازود التوسعه ازاي؟ عندك ثلاث طرق، يا اما ترميهم في الحاره الخارجيه كلهم، او ترميهم نص هنا ونص هنا، يعني العشرة دي اقول خمسة هنا يمين وخمسة شمال، او زودهم في جهة واحدة. الدكتورة بتحب ايه؟ بتحب تزودهم في الحارة الداخلية، ده في الامتحان اي حاجة. معلش يا باشمهندس بس تاني، بيزودهم في الحارة الداخلية ازاي؟ انا عندي 24، اجي اقول والله عرض الطريق هنا من اول هنا لحد هنا 34، يعني ازودهم كلهم في ناحيه واحده، او نص في ناحيه ونص في الناحيه الثانيه. جدع الحمد لله. طيب انا عندي سؤال ثاني، بس لحظه عندي سؤال ثاني. حضرتك تقريبا، حضرتك مش فاكر، حضرتك ولا الدكتوره كان قلت ان هي بتبقى الاكبر من الاثنين، مش مجموع الاثنين، هي السيكولوجيكال والميكانيكال. المجموع الاثنين مش عرض الاثنين، شوفها في المحاضره.
ده بتوتال التوسيع. امال امال بحسب دي ودي ليه؟ ما انا فاكر والله حد كان قال لي الكبير من الاثنين مش مجموع. لا خدها مني اهي مجموع الاثنين. خلاص تمام. الدبليو على الاثنين هنا ودبليو على الاثنين هنا. شغل اي حاجه مش فارقه. بيقول لك كالكوليت الوايدنج، احسب المساله دي بكالكوليت الوايدنج على الكيرف. لو الاي عندي ب 8 من 100 او 84 من 1000 والسرعه ب 65 ميل بير اور والميل هنا التحويله بتاعته ايه والواحد فيت ايه التحويله بتاعته ايه، عشان بس كنت بشرح في السكشن الكلام ده. تمام. الميل ب 161 كيلومتر والواحد فيت ب 3.10 متر. تمام. فبيقول لك احسب الوايدنج. احسب الوايدنج ازاي؟ قانونين هم دبليو ميكانيكال ان في ال تربيع على 2 ار. طيب معاك الار؟ لا مش معايا الار، بس معايا الاي ومعايا الفي، احسب من الار. طب الاف اس ما اجيبش سيرتها ليه؟ ما انا حافظها ب 12%. اعوض الاي زائد الاف اس بتساوي الفي تربيع على 15 ار. تعال تحسب الار اهي، طلعت معايا الار اهي. بس انت دايما القوانين دي شغال بالمتر صح، فحول من الفيت للمتر طلعت بكام؟ 420 متر. طيب اعوض في القانون ده ولا اعوض في القانون ده؟ على حسب المعطيات. هل هو مديك عدد الحارات في المساله؟ مش مديني. مديك اللينس اوف ويل بيز؟ مش مديني، فمش هحسب. فعشان كده ممكن تكون الدكتوره قالت لي خد دي استخدم الثانيه دي اللي هي السايكولوجيكال. ليه؟ لان السايكولوجيكال مش معتمده الا على السرعه والار، ليه معاك دايما. فعلى حسب معطيات المساله معاك اللينس اوف ويل بيز ومعايا الان ومعايا الكلام ده احسب دي. مش معايا خلاص هكتفي بدي بس، لان مش معايا قوانين اعوض اجيب دي. فاقول ده بالسايكولوجيكال هتساوي الفي على 9.5 جذر الار. معايا الفي ب 65 احولها ومعايا الار احسبها، طلع الدبليو ب 45 او 54 من 100 متر، يبقى كام؟ 54 سنتي. مقلوبه بس غلط، بس اللي كتب بس كتبها غلط. في مشكله شباب؟ ازودها ازاي؟ ارسم رسمه كده خفيفه، ازود هنا دبليو على 2 دبليو على 2، احطها في جهه واحده انت واللي نفسك فيه. في مشكله شباب؟ تمام يا باشمهندس، كله زي الفل. تمام. تعالى بقى نشوف حاجه جديده كمان. فبيقول لك ايه؟ عندك هوريزونتال كيرف الدلتا عندك ب 32.4 ومعاك الايه؟ الديجري اوف كيرفتشر بكذا والستيشن بتاع الانترسكشن بكذا. اعمل حاجه اسمها ستيتنج. يعني ايه ستيتنج؟ يعني كل 100 فيت ستيشن ما احط تقريبا حاجه زي بتاع حديد كده او بتاع خشب. تحط حديد او خشب؟ مش عارف، اللي هو بعلم فيها المكان بتاع سنتر لاين طريق. طيب ما تقولش كده عشان ما حدش يضحك عليك. ماشي كده؟ خلاص حاضر. طب المفروض ايه بقى دلوقتي لو انا عايز اوقع؟ خليك بس معايا كده دقيقه. هو ناقص كتير هندسه؟ انا هو اللي احنا ما خدناش ساعه ولا حاجه لسه يا شباب، ده انا براجع القديم على الجديد. يعني انت الدنيا وحش صعبه قوي الدرجات يعني؟ لا هو الشرح تمام يا باشمهندس، هو بيتكلم ان على الساعه 11 الا ربع يعني، ده قصدي. طيب ممكن بس نقفل الحته دي ونخلي السوبر اليفيجن المره الجايه، ودي تبقى اخر حاجه عندنا في السوبر في المنحات الافقيه. ان شاء الله ناخد سكشن الاسبوع ده كمان. السريع لا ما فيش سكشن الاسبوع ده بس السريع. نعم يا باشا. تمام يا هندسه مع حضرتك، بس بقول لك يعني مش هينفع بقى الاسبوع ده عشان والله يعني ايه بنحاول نلم اللي فات يعني. طيب خليني بس، طيب ماشي خليني بس اقفل الجزئيه دي، وهيبقى تبقى لنا السوبر اليفيجن اللي شرحتها المره اللي فاتت اشرحها بس ارسمها ازاي بايدي بس، ده اللي انا باقيله لك معايا. ماشي؟ مش ربع ساعه نص ساعه والله. انا بدل ما انا المره اللي فاتت وريتك الرسمه في المحاضره اللي الناس كلها شرحتها كده في المحاضره ووقفت على كده، لا رسم بايده ولا عامل بحاجه، انا بس عايز ارسمها لك ازاي ترسمها عشان ما تنساهاش بس ده اللي باقيله. والستيتنج دي، الستيتنج دي هقولها لك ازاي ترسمها يعني. دقيقه واحده بالظبط اطلع الفيديو بس عشان تبقى فاهم انا قصدي ايه ونشوف الدنيا مع بعض يعني. دقيقه واحده بس. بسم الله الرحمن الرحيم. انا مش هاخد غياب السكشن ده عشان بس الناس لو نامت صحت الكلام ده. دلوقتي لو انا عايز اوقع الكيرف ده ستيتنج يعني اوقع الكيرف، اجيب بقى حبل ولا اجيب فتله عشان اسلمي جهاز عشان اقيس بيه الاطوال وجهاز ثاني الزوايا؟ انت خدت الكلام ده في مساحه ثانيه، خدت ثلاث طرق ان انا اوقع كيرف ازاي. اجيب شويه نقط جنب بعض صح، اجيب شويه نقط جنب بعض، شايف النقط اللي بيوقعها دي
كل ما كتر النقط الكيرف بيترسم. بس اجيب النقطه دي ازاي؟ عندنا ثلاث حاجات، اما اطوال بس، اما قياسات طوليه لو انت فاكر، قياسات طوليه وزاويه، او قياسات زاويه بس. احنا هنستخدم اي طريقه؟ قياسات طوليه وزاويه. ايه القياسات الزاويه والطوليه؟ قال لك يا عم لو انت عايزين نوقع كيرف، تعال مش احنا معايا في المفروض اساسا معلوم عندي ان انا عندي طول الطريق ده وكنت عايز اعمل اكثر، فقلت هنحط منحنى. قال لك لازم يكون عندك نقطه مهمه جدا، نقطه بدايه المنحنى اللي هي البي سي، ونقطه نهايه المنحنى. معاك النقطتين دول هتعرف توقع الكيرف. اوقعه ازاي؟ قال لك قياسات طوليه وقياسات زاويه مع بعض. يعني معايا زاويه ومعايا طول. الزاويه قال لك دايما هنستخدم جهاز التوليد، تمام؟ فاكرين الجهاز التوليد؟ قال لك هنقف عند النقطه البي سي دي وافتح الجهاز بحيث يبقى يكون اتجاه النظر على البوينت اوف انترسكشن. معايا دي اصلا عارف مكانها فين، وعارف دي مكانها في الطبيعه، مش هنا كان الطريق اصلا المفروض يمتد هنا ويكسر. فانا معايا دي ومعايا دي، معايا الاستيشن بتاع دي ومعايا الاستيشن دي. حد عنده مشكله في النقط دي؟ ها يا شباب؟ لا تمام يا هندسه. تمام يا باشا، الناس بدات تشد البطانيه. تمام، تصدقوا لا يا رجاله، انا لسه في الكليه، انا لسه قاعد في الكليه لحد الان. تمام، يعني عشان الناس اللي تقول الساعه بعد 11 الا ربع. تمام، فدلوقتي احنا ايه هنستخدم؟ ايه زاويه وطول. الزاويه ايه هي؟ ان انا هقف عند نقطه البي سي دي واوجه في اتجاه البي اي وافتح زاويه. الزاويه دي قد ايه؟ هقول لك عليها دلوقتي. تمام، فتحت زاويه اتجاه النظر بتاعه. طب فين النقطه؟ مكانها فين؟ هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا؟ قال لك هقيس طول منين لمنين؟ قال لك هقيس طول من نقطه البي سي تتقاطع بمسافه معينه، تتقاطع مع الخط ده، يبقى جبت نقطه كمان اهي. طب انا عايز اجيب كمان نقطه، قال لك نفس الكلام، هفتح زاويه واقف عند البي سي وده اتجاه بدايتي، واصفر على البي اي وافتح زاويه ثانيه، خط النظر اهو. طيب النقطه اللي انا عايز اوقعها هنا ولا هنا ولا هنا؟ قال لك كل نقطه جبتها اوصل بينها وبين اللي قبلها بطول معين، جبت نقطه ثانيه، وهكذا اجيب نقطه ثالثه ونقطه رابعه. النقط دي كلها جنب بعض رسم الكيرف. الفكره كلها ان انا اجيب زاويه واجيب طول. تمام، بص كده على الفيديو تاني. اهي ادي معايا البي سي، هفتح زاويه اسميها اي واحد دي، او ديفليكشن واحد، او اي حاجه. تمام، بقى معايا الخط واقيس طول معايا من عندي. الطول اقيسه منين؟ من نقطه، من اخر نقطه عندي، وليكن اخر نقطه عندي اللي هي البي سي، اقيس طول معين عليه. طيب مش فاهمها، بص كده على اللي بعدها، اقيس زاويه تاني. طب فين مكانها؟ اشوف اخر نقطه وصلت لها واقيس مسافه من عندها. المسافه دي قد ايه؟ هقول لك دلوقتي، مسافه ثابته على فكره عشان تبقى عارف. يعني في مشكله؟ فهمت الطريقه؟ تعالى بقى نبص نحسبها ازاي، ده اللي يهمني. والسكشن كده خلص. حلو، قال لك ايه؟ مش احنا عندنا حاجه اسمها الزاويه المركزيه المقابله لطول قوس؟ الزاويه دي كام؟ حد عارف الديجري اوف كيرفيتشر؟ تعرف ايه الزاويه المركزيه المقابله لطول قوس من الدايره؟ طوله كام؟ 100 فيت، صح؟ صح تمام يا باشمهندس، معاك تمام يا عم. اهي فانا اروح اعمل جدول كده كويس. ممكن تلاقيه، اقول لك اللي مكتوب دلوقتي، اكتب النقط هنا اللي عندي. اول نقطه واخر نقطه اعرفها نقطه البي سي ونقطه البي تي. تعالى افترض كده ان الكيرف اللي عندي ده الاستيشن بتاعه البي سي ب 34 وكسر 34 مثلا و 15 والنهايه كام؟ 40 و10. يبقى الاستيشن دي ب 34 و10 ودي ب 40 و10.
قال لك باخد نقط وراها صحيحه بحيث تكون المسافه بينها وبين النقطه اللي بعدها 100 فيت يعني واحد ستيشن. يعني دي لو 34 وكسر النقطه اللي بعدها كام؟ حد يعرف؟ هنا يا باشمهندس كده حضرتك قلت بتاخد قد ايه؟ بقول لك انا دلوقتي معايا معلوم من البي سي والبي تي صح؟ معاك تمام. هنزود قد ايه؟ ازود ستيشن 35.10. ليه بقى ازود ستيشن صحيح؟ 35 بس يا هندس. ايوه الله ينور عليك. اللي بعدها كام؟ 36. اللي بعدها كام؟ 37. اللي بعدها كام؟ 38. لحد كام؟ لحد كام؟ حد يعرف اخر نقطه؟ لان دي اخر نقطه كام؟ 40 و10 صح؟ لا تاخد 41 وبعد كده تاخد 41 و10. ما اللي هي اخر نقطه عندي صح كده؟ تمام واضحه كده تمام. حد يعرف يحسب طول الوتر؟ هو مش ده المفروض ان هو ده القيمة الثابتة؟ الله ينور عليك. بس ما عدا اول وترين، لان اول وترين هقول 35 ناقص 34 و10، واخر وتر هيقول 40 و10 ناقص 40. لكن ما بين كل واحد والتاني كام؟ 36 ناقص 35 هيديني واحد ستيشن. واحد ستيشن بكام؟ ب 100 فيت. ب 100 ب 100 ما عدا اول وتر واخر وتر صح؟ تمام. هو طول الوتر ولا طول الكوسه يا باشمهندس؟ ما هو على فكره دي لو الزاويه المركزيه لو انت فاكر في المساحه كانت هي في زاويه تقريبيه وزاويه دقيقه. الزاويه التقريبيه اللي هي طول الكوس والزاويه الدقيقه طول الوتر. احنا عندنا هنا في الطرق بنعتبر دي زي دي طول الكوس زي طول الوتر مش فارقه. ماشي حلو. هي بس في مشكله عندي في اول وتر واخر وتر. حد يعرف يحسب اول وتر؟ اقول 35 مش هي 35 ستيشن تنكتب كده صح؟ ناقص كام؟ 34 و10. حد يعرف يحسب المسافه دي؟ اشيل الزائد يبقى 3000 ونص ناقص كام؟ 3410 يطلع لي رقم اكتبه. في مشكله؟ ادي الجدول عامل انا عامله لك اهو. فهو انا بيديك ايه؟ مديك هنا ايه؟ بيقول لك الستيشن بتاعت البي اي مش عارف بكذا، ومعاك الديجري اوف كيرفتشر بكذا، ومعاك الدلتا بكذا. يبقى اول حاجه هفكر احسبها مين؟ الستيشن بتاعت البي سي والستيشن بتاعت ايه؟ البي تي. احسبهم ازاي؟ اروح احسب الار، لازم يكون معايا الار والدلتا. ليه؟ عشان اعرف احسب منها التانجنت واحسب منها طول المنحنى. ليه؟ عشان اعرف احسب البي سي واحسب البي تي محتاج التانجنت والال كيرف طول المنحنى صح. وعشان احسب دول لازم يكون معايا الدلتا والار. اجيب الار منين؟ 5729 على الدلتا اعديه قاسي اطلع الار صح واطلع معايا معايا الدلتا احسب ال كيرف والتي. في مشكله عشان نجري في النقطه دي مش هحتاج اعيد لك تاني بقى الكلام اللي احنا بقى لنا 10 سكاشن بنقول فيه. جبت التي وجبت ال، اروح اعوض اجيب البي سي واجيب البي تي. دي كام؟ 71 وزائد 36 ودي 78. اللي بعد الاستيشن دي كام؟ 71. اقطع يا باشمهندس عند حضرتك سامعني كده كويس؟ لا تمام الصوت كويس. هتلاقي النت عندك انت هندسه اللي فيه مشكله. خلي الناس اللي شغاله واي فاي عندك تقفل بقى تمام. انا بقول لك ما فيش حد في الكليه غيري يعني. انا معايا دلوقتي 100000 جيجا دلوقتي نت. المهم فدلوقتي انا ايه عايز احسب البي سي. قلت لك وحسبت البي تي صح. احسب النقط اللي وراهم ازاي؟ ازود ستيشن صحيحه 71 وكسر يبقى وراها كام؟ 72 73 74 75 76 77 78 وقف صح. اي حد يعرف يعمل الجدول دي؟ اي النقطه الاولانيه النقطه الثانيه او رقم القوس او النقط مش تفرق. يعني انت ممكن تكتب على النقط دي كده لو انت عايز تكتبها عادي مش تكتب. عايز تكتبها 1 2 3 4 او عدد النقط مش تفرق معايا برده انت فاهم مش تفرق. عايز تكتب اول نقطه البي سي واخر نقطه البي تي مش فارقه. عايز تكتب 1 2 3 4 مش فارقه انت عارفها ايه اللي هي اول نقطه كام؟ 71 زود اللي وراها 72 اللي وراها 73 74 75 76 77 78 واخر حاجه 78 وكسر. هتلاقي عندك 8 نقط ماشي. تعرف تحسب طول القوس قصاد كل واحده؟ اه اول واحده واخر واحده هي دي المشكله. هقول كام؟ مش انا عندي اول نقطه 71 يبقى اقول 72 ناقص 71 و 63 يطلع كام الفرق بينهم؟ 63 وشويه. واخر واحده مش انا عندي 78 زائد 89 و1 ناقص 78 يطلع كام؟ 98 اهي. فاول قوس واخر قوس هم عندي المشكله فيهم. الباقيين كلهم كام؟ كل هتلاقيهم كل ستيشن ليه 100 فيت. في مشكله؟ لا تمام يا هندسه.
حلو. احتاج احسب كمان ايه الزاويه. هي الدكتوره ممكن شغاله عندك في الـ في الـ يعني الفكره كلها في انشاءات بيشتغلين بطول مسافه وزاويه. الدكتوره شغاله بزاويتين مش هتفرق. يعني ايه لو انا فتحت زاويه من هنا افتح زاويه من هنا كمان تقاطع النقطتين دول اطلع لي ايه نقطه. فمش هتفرق انت بس اعرف اي طريقه منهم وخلاص. خليك الدكتوره شغاله على الزوايا تمام. فانا هحسب حاجه اسمها الزاويه المقابله للقوس اللي هي الزاويه دي السيتا دي او الدي دي. حد يعرف الزاويه المقابله للقوس دي اللي هي بين الاستيشن صحيحه؟ حد يعرف بكام الزاويه المقابله ل 100 فيت بكام؟ مين باي ار في الدي على 360؟ لا اله الا الله لا حول ولا قوه. مش احنا عارفين ان الزاويه الديجري اوف كيرفيتشر الزاويه المقابله الدلتا الدي الدي يا ابني الدي. ماشي ماشي ما انا هقول اهو 2 باي ار. لا مش عايزك تقول 2 باي ار اسمها الدي. الدي بكام؟ 4 وربع. 4 وربع ماشي 4 وربع صوت كل 100 4 وربع 4 وربع مط. انا مغزه هي مط افتكرتها مش مط. تمام. طب تحسب بقى اول واحده نسبة وتناسب. جدع. مش انا عندي اهي مش انا عندي دلوقتي ال 100 فيت مقابلين للدي اللي هي باربعة وربع. طب لو انا عندي طول قوس طوله كام؟ طوله كام؟ 63.9. 63.9. تعرف الزاوية بتاعته بكام؟ تعرفين الفصطية؟ طب لو انا عندي دي 98.7 يطلع بكام؟ ليه اخر قوس يطلع اول واحدة 273 مش دي 98 قريبة اول من 100 هتلاقي طلع في حدود الاربعة. ايه نسبة وتناسب ايه؟ سيبك من الكلام المكتوب ده عشان ما يلخبطكش بس اهي. بس تعرف تحسب نسبة وتناسب يبقى حسبت حاجة اسمها الزاوية المقابلة للقوس اللي هي قصاد المية الدي وقصاد دي نسبة وتناسب اول واحد واخر واحد تمام. هروح حاسب خانة اسمها الزاوية الكلية. ايه الزاوية الكلية؟ قال لك والله هاخد دي اكتبها هنا والرقم ده اجمعه على ده اجيبه هنا. ليه؟ قال لك والله عشان لما اجي اوقع الكيرف ده ما اقعدش كل شويه احسب الزاويه. لا ده انا عايز احسب ايه لو انا عندي ادي الكيرف ده كده بالنسبه لي اهو انا بحسب دلوقتي ايه حسبت اول حاجه الزاويه بين كل نقطه واختها. الزاويه بين كل نقطه واختها الحته دي اللي كانت عندي 4 وربع و4 وربع. قال لك لا احنا بنثبت دايما في المساحه خط وبنقيس منه. انا عايز احسب الزاويه الكليه بقى اللي هي دي دي كده اول نقطه تاني نقطه يعني دي لو كانت بكام عندي ب 273 ب 273 ودي ب 4 وربع. تعرف تحسب الزاويه دي كلها بكام كليه بقى المركزيه؟ هقول 273 زائد 4 وربع صح. طب تعرف تحسب اللي بعدها؟ اقول 273 زائد 4 وربع زائد 4 وربع اللي هي فين في الجدول اعملها ازاي؟ اهي اخد دي اجمعها لدي اجيب ده اخد دي اجمعها لدي اجيب ده اخد دي اجمعها لدي اجيب ده تمام تمام. اه يا هندسه تمام. مش مفروض مجموع الزوايا دي كلهم يساوي الدلتا كلها في الاخر؟ مفروض اهي تشيك عندك اهو المساحه الاولى والله المساحه الثانيه. المهم بعد كده بجيب حاجه اسمها الزاويه الممسيه. مش انت عارف ان في قانون الزاويه الممسيه؟ يعني ايه الزاويه الممسيه؟ ما انا دلوقتي عرفت عشان اوقع النقط دي محتاج زاويتين بقى بدل ما كان زاويه وطول. لا هنحسب زاويه وزاويه. اول زاويه لو عايز اوقع النقطه دي فالزاويه دي اعرف اجي من حاجتين ان انا اقف هنا بتوتوليد ووجه على نقطة البي اي وافتح زاوية معينة. واقف هنا كمان واصفر على نقطة البي سي وافتح زاوية معينة. تقاطع النقطتين دول هتطلع لي نقطة. تتقاطع الخطين دول اس هتطلع لي نقطة وهكذا. اقف عند هنا افتح زاوية وافتح هنا زاوية. تقاطع الخطين دول طلع لي نقطة. انا بعمله دلوقتي كتبت حسبت الزاوية المركزية وحسبت الزاوية مين الممسية. والزاوية الممسية بتساوي مين؟ نص الزاوية المركزية. اهي يا عم فين؟ هقول الزاوية الممسية هتساوي الرقم ده على 2 الرقم ده على 2 الرقم ده على 2 بس يا عم.
تمام، الخانه دي مش معاك، ما تجيبها تحسبهاش، مش عايزك تحسبها. في مشكله شباب؟ تعرف تعمل الجدول ده؟ لا تمام يا هندسه. حلو قوي، هيتبقى لي بس ايه في الموضوع ده السوبر الفيجن الرسومات دي. ماشي يا شباب، معاها حاجه اسمها ال سبايرال، سيبناهم في اول سلايدين او اي حاجه في الملف ده. ده كده كل حاجه عندك، ان احنا سايبين هنا بس حاجه اسمها ال سبايرال، هنشرحها مع الرسم بس، مش عايزش اكتر من كده. ايه الجزئيه دي؟ ويبقى كده احنا قلنا ايه كل حاجه في المنحات الافقيه. انت كده رجعت لك كل حاجه في المنهج على فكره عشان تبقى عارف يعني. ماشي يا شباب، ماشي. بتاع نورمال كرول تراو، دي السوبر الفيجن بقى. تحب تسمع؟ لا خلاص، اي عشان بس النورمال كراون والسوبر الفيجن والران اوت لينس والران اوف لينس كل ده في الرسم. اي دي حاجه اسمها النورمال كراون، اللي هو ايه النورمال كراون؟ القطاع بتاع العادي. طب ايه هو السوبر الفيجن سيكشن؟ ايه اللي هو ياخد ميل ايه في المية؟ ده انا قلت والله المره اللي فاتت والناس شرحته زمان، قلت لك كده بس ما كانش عاجبني شرحه، يعني ما كانش عاجبني الشرح فيه يعني. تمام، فهنشرح بس الرسومات دي والدنيا تلاقي بيس قوي يعني. تلات رسومات وجبت الامتحان على فكرة. احنا عايزين متر مع زولة باشمهندس، انا سامعين انك اللي بتحط المتر. ايوه ايوه انا اللي بحط المتر، عمال تقلع في سجاير ومفيش حاجة عزومة. انا قاعد بقولع في سجاير عشان اعرف افوق بس معاكم. ماشي باشمهندس، قول يا باشا اسئلتي بس بعد اذنك. يعني ابعت لي بقى على الواتس يا شند وانا بحلها لك. ده نظري بس، تقول لي وخلاص. خلاص يا شباب، الناس يا شباب اللي عايزه تطلع خلاص كده بره الروم خلاص، يعني اللي عايز يقعد بقى يستمتع مع سلمي يستمتع. ماشي يا باشمهندس، بس لو عرفت مين اللي بيسجل يا جماعه. انا اللي بسجل يا زيكو. قول يا سلم عايز تقول ايه؟ لا تشير بس الشيت يا باشمهندس، في ثلاث اسئله نظري عايز اعرفهم بس. طب شير الشيء يا سلم. انا لا شير. طب لحظه، حليت الشيت كله وحليت المحرك كلها؟ لا والله ولا الشيت كله، ده انا لسه ما حليتوش اساسا، واقف على الاسئله النظري دي. يلا مش مشكله، يلا بس انا مش عارف بشير مني. لحظه، اللي الناس دي لك الجنه اللي معاك دي، احنا غلابه جنبها باشمهندس. اه والله. لحظة الناس فاهمة. طيب يا شباب الحاجة دي حد عنده مشكلة؟ شباب الدنيا الناس كانت بتقول ده تايهة والكلام ده، الدنيا وقت شوية. اه كده والله زي الفل. تمام يا شباب، الله ينورك والله حبيبي هندسة. بس أهم حاجة بس الناس ما تتضايقش بس لما بحط مواعيد والكلام ده، والله غصب عني يعني. معلش، احنا هنشتغل في الطرق على حسك ان شاء الله، ما تقلقش كله على الله. انا عايز انزل تدريب معاك. صحيح يعني مش ما اخلص انا فوق من اللي انا فيه يعني، بس ربنا يسهل يعني. انا ليك يعني. ماشي يا باشمهندس، هو اول سؤال بس اللي هو السؤال رقم 1 بي اللي هو ده اللي هو ايه بيقول ايه؟ وبيسال هنا عن الهاي واي فانكشنال كلاسيفيكيشن، بس عايز اسال ايه. اذكر له الاثنين دول بس ولا اذكر ايه بالظبط؟ لا لا، قال انزل سلايد كمان، انزل سلايد كمان، انزل سلايد كمان، انزل سلايد كمان، اطلع سلايد، اطلع اطلع اطلع، خدتها في النقل ومرور، اطلع. هي يعني مش موجوده في الشرح يا باشمهندس، بس هي مكتوبه جنب الرسمه. طيب، مكتوب اللي هي في الخطوط بتاعتها التعليق، اللي هي الخريطه بتاعت الاكسسبيلتي والارتيريال كونكشن. لا لا لا، اهي اهي اهي. ايوه خليك في السلايد الرسمه دي، بس خليك في السلايد الرسمه دي. ايوه بتقول لك والله ان عندنا طرق انواع، عندنا حاجه اسمها ارتيريال، وعندنا حاجه اسمها الموبيلي الكوليكتور، وحاجه اسمها اللوكال. شارع البحر ده شرياني ارتيريال، اللي واخد منه شارع النحاس، اللي واخد من النحاس بيسموه حارات او لوكال. طيب الكلام ده داخل الاربن، تمام. يبقى عندنا الطرق، عندنا حاجتين، داخل المدن بيسموها الاربن، خارج ما بين المدن بيسموها الرولر، اللي هي ايه رابط طريق صحراء ولا الكلام ده. فانت بتكتب لها ايه؟ انا هشرحه لك على فكره في الاول ملف منزله عندك. تمام، انا عارف شرحهم. اه تمام. فالداخل المدن بتقسم ثلاث انواع، ارتيريال والكوليكتور ولوكال، خارج المدن بيسموه هاي واي او اكسبريس واي بس. تمام، يعني انا اشرح لها انواع الطرق. اه بس
ما اذكر لهاش يعني الاثنين اصلا. انا كنت فاكر يعني ان الحاله انها اذكر لها الاثنين دول، وبعدين عند الرود فانكشن او اللاين موبيليتي الاكسسبيليتي وعند الاستراكشر. لا 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 تمام. طيب السؤال اللي عليه الدور بس معلش، رقم واحد سي. قول لي بقى انت، ده انا قلت لك فيديو، قلت لك تريلا وعربيه وتوسيعه. ايوه ايوه انا اقول بقى الكلام ده ازاي يعني اكتبه ازاي بقى؟ انت اكتب لك نموذج الاجابه، انزل صفحه 15 بال. لا لا يعني انا فاهمه، انا فاهمه ان هو كل ما العربيه مثلا ابعادها تتغير يبقى ابعاد الحاره لازم تتغير على اساسها بتسيب سماحيه. بس ما هو انت كده ممكن اكتب لك انا والله في الاول فايل انه انصاف الاقطار بتاعه المنحنيات تختلف على حسب الابعاد العربيه، هتكتب الكلمتين دول. عندي اسئله من الحل بتاع السؤال ده ابعته لك. طيب زي ما هو ده موجود انا كاتبه في اول سيكشن، انا مش عارف الناس بتسال في حاجه انا كاتبها اصلا في اول سيكشن. انا فاكره اصلا بس ما شفتوش في المحاضره، وكنت بس عايز اتاكد من الحته دي. حقك عليا. حاضر. السؤال الثلاثة بقى ايه؟ هو ده مكرر لان انا شفت برضك حته حاجه عن الشولدر هنا تاني. معلش لا انا مش كده، قصدي يعني اسال هو نفس السؤال ولا لا؟ ثانيه واحده معلش حله، حتى لو نفس السؤال اكتبه برضه نفس الاجابه. عايز بس اسال هو نفس السؤال ولا لا اللي هو ده. ايوه هما السؤالين دول. What is the main object of shoulder و importance of shoulder for highway؟ هو يعني هو نفس الاجابه. معلش احنا بس بنقول لك بس بطريقه مختلفه، بنشوف من نقيس مدى الذكاء يعني. بتاكد بس بتاكد. ماشي. فاضل بقى اخر سؤال، واخر سؤال وخلاص. اتفضل يا فندم. السؤال المهم يعني. اتفضل يا فندم. لحظه واحده بقى هجيبه. بنروح على الهندسه، انت مالك قرفان مننا لكن؟ انا برضه قرفان منك بعد اللي انا بعمله ده، كويس قرفان؟ لا انت بصراحه كتر خيرك على السكشن ده. ماشي يا صاحبي عينيا ليك. اللي قبل كده كنت بتكروتنا بصراحه، ما عشان كده مش عايز انا ميعاد السبت الصبح ده. حد يشوف لنا ميعاد بس في وسط الاسبوع بدل السبت الصبح ده. بدل السبت الصبح ده بيبقى عندي 100 حاجه وما بعرفش اشرح على اللاب، بشرح بالموبايل، والموبايل هشرح لك بي دي اف. انت فاتح الشات يا شندي سلمي يعني؟ لا ده الواتس بس. ماشي بس ما تملينا رقمك كده عشان عايزك بعد السبت. اكتب 011-511-34-631. العادي بيحب يروح مكاتب يعني، ممكن تلاقيه جالك الكلية دلوقتي لو عايز. 011 كمان ده ايه؟ قول تاني قول تاني قول تاني. 011-511 تمام 34 تمام 631. هو السؤال هو يا باشمهندس، بس لو تطلع لي المعطيات يعني انا عارف المعادلة بس مش عارف اطلع المعطيات من المسألة. ده بيقول لك ايه؟ موتوريست سواء موتوسيكل صح كده؟ تمام. اقرا لي انت من عندك انت وحتى بس ايه مش عارف عايز شهر الشاشه من عندي. طب ممكن يعني ايه مش عارف تعملها ازاي يعني؟ ايوه شهر الشاشتين مع بعض ينفع؟ انا ممكن ابعت لك السؤال لحظه. مش الناس مع المحاضره؟ انا عارف السؤال. ما السؤال اعتقد في المحاضره بس انا ما اعرفش هو في انهي سلايد بالظبط ولا فين في المحاضره. انا واحد بعته لي وانا مش عارف اجيبه من المحاضره. موجود في المحاضره بس مستخبي. بيقول لك ايه؟ طب افتح كده شهر انا من عندي معلش. ماشي. طب ايه احفظ بس كده، خلي دي السلايد قدامك، افتح كده البتاع دي، خلي الناس بس تحفظ الارقام. تمام افتح ايه؟ ايه خليك بس زي ما انت بس الناس بس تحفظ بس. بيقول لك ايه؟ تعال نقراه كده وبعد كده نرسمه. بيقول لك ايه؟ قائد مركبه او سواق موتوسيكل وات ايفر بقى ترجمتها، بيقول لك ترافلنج داون بينزل على جريد 5% يعني نازل على منحدر 5% على الهاي واي، لاحظ حادثه اوبزرف ان اكسيدنت، لقى حادثه قدامه صح على مسافه كام؟ 635.5 فيت. حلو. لقى في وشه اهيد اوف هيم تمام انفول ايه ان اوفر تيرند تراك نقل مقلوبه يعني على مسافه 635.5. احفظ الرقم ده 635.5. لقى حادثه عربيه مقلوبه تمام حلو. That is completely blocking the road. قفل الطريق. He also وهو ماشي كمان يعني الكلام ده كله في ثواني لقى عربية قدامه على بعد 635.5 فيت. حسبها ازاي؟ قاسها ازاي مع ليزر اي حاجة بقى تمام. He also read a warning sign. لقى اشارة تحذيرية at a distance of 500 فيت. لقى علامة اشارة تحذيرية على 500 فيت from the truck من الشاحنة يعني 500 فيت اللي هي الاشارة متقاسة على 500 فيت منين من الشاحنة تمام. في مشكله يبقى احفظ لي بس 635 من اول السائق من عند السواق لحد مين الحادثه، وفي 500 تانيين متر من الحادثه لاشاره تمام كده تمام.
تمام زي الفل. لو السواق was able to stop his vehicle 30 feet، لو هو السواق هيعرف يفرمل على مسافة بحيث يتبقى المسافة 30 feet منين من الشاحنة المقلوبة، تمام. السرعة بتاعته كام؟ اهم حاجة في المسألة اقرأ بقى when the driver first reacted، مع اول reaction هياخده او اول حاجة هيتفاعل معها ايه، التيب كذا والاف بكذا. شاير اللي بقى من عشارة من عندي معلش. تمام ادي دلوقتي ايه داون صح، السواق نازل بخمسة في المية صح كده يا شباب، اللي الناس اللي هي موجودة يعني اللي مش عايز خلاص يعني، فدي خمسة في المية تمام كده حلو. ماشي كده يا شباب، لا حادثة هنا ايه، عربية مقلوبة كويس. المسافة بينها وبين البتاع ده كام؟ 635.5 اي 635.5 فيه. قال لك هو كمان ماشي برضو بالقياسات الجي بي اسية والحاجات دي، لا اشارة هنا علامة تحذيرية على بعد كام من الشاحنة؟ 500 feet. 500 feet يعني المفروض تبقى قريبة شوية من السواق بس مش مشكلة كويس. وقال لك السواق ده عنده القدرة ان هو يفرمل، يقف هنا ويفرمل على من الشاحنة المقلوبة على بعد كام؟ 30 feet. 30 فيت تقدر تقول لي السرعة بتاعته بكام مع فيرست رياكشن؟ هو انت هتستخدم قانون الستوبنج سايد ديستنس صح، الاس بتساوي كام؟ 1.47% الفي في التي صح زائد الفي تربيع على 30 اف زائد ناقص الجي صح كده. الاف دي يا سلمي اللي هي الايه على الجي، الايه يعني نقطه 3 من 10 تمام ماشي كده، ناقص 5% صح، ليه ناقص؟ عشان نازل و5% عشان هو قايل الميل، والاف ب 5 ب 3 من 10 والفي بكام انا عايز احسبها صح، والتي ب 2 والتي ب 2 ب 2 ونص صح تمام. باقي لي بس عشان احسب الفي محتاج الاس، هي دي بكام الاس بقى مع فيرست رياكشن؟ هو هيفرمل امتى؟ ما هو الطبيعي يفرمل اول ما يشوف العربيه يبدا يتدارك ويفرمل، بس ال 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 الساين بقى ديت هتغير في الموضوع ده اللي انا عايز اعرفه. بص كده يا صاحبي، تعالى كده تخيل ان انت ايه، في عربيه مقلوبه، انت جاي على الكليه في عربيه مقلوبه تمام، ولقيت انت لامعها من بعيد تمام، وات ايفر المسافه كام، وفي نفس الوقت كان في بوكس واقف وحاطط لك اقماع تمام، وقال لك اقف، هتوقف عند مين؟ عند الاقماع ولا عند الحادثه؟ هحاول اوقف عند الاقماع طبعا صح، فالاشاره التحذيريه دي هي دي الفيرست رياكشن بتاعك. بس انا بدات، انا يعني بدات رد الفعل امتى؟ لما شفت العربيه ولا لما شفت الاشاره؟ ما انت شفت الاثنين، الاثنين حصلوا في نفس الوقت. يعني الاس هاخدها بكام؟ قول لي انت بقى اهو، سايبك تفكر يعني. المفروض ما ينفعش اجاوب لك يعني، شو الدكتوره طالما حطها في المحاضره طالبه منك تجاوب انت مش انا. لا هي مش مطلوب مننا، بس فكر يعني اهو. يعني انا رايي انها تبقى 635.5. اه طبعا ناقص 30 يعني. حد عنده رأي تاني؟ هحاول كده اجيب لك المثال ده محلول معايا اهو، فكر كده بس وقول لي نتحسن اول فين وفين. شو هو مدي معطى ان هو وقف قبل الحادثه 30؟ هو ما قاليش هو وقف. افتح اقرا المساله تاني. If the motorist was able to stop his vehicle 30 feet from able عنده القدره، ما قالكش وقف، عنده القدره ما قالش ان هو وقف، في فرق. طيب بس هو ما عندوش القدره ان يقف قبل كده،
هو ما ادانيش معلومه ان هو عنده القدره ان هو يقف قبلها. تعال نشير تاني معلش. انت دلوقتي هيوقف فين اخر قرار؟ هو يقول لك is able to stop his vehicle على بعد 30 فيت منين؟ من الشاحنة. تمام. يعني هيفرمل فين؟ هيفرمل قبل الشاحنة 30، هيوقف خالص قبل الشاحنة 30 فيت. في الـ stopping side distance بتاعتك؟ هي بداية بقى وقوفه من بداية اللي هو أول ما شاف الـ 635 ونص، ولا من أول ما شاف الصين اللي هي 500؟ لا. يعني المفروض الناس 635 ونص ناس 30 ناقص 30 ليه؟ لانه هو في نفس اللحظه شاف الاثنين، فانا في نفس اللحظه شفت الاثنين اكيد مليون في الميه مش هستنى ما اروح للاشاره حتى. صح. يعني هو يعني حته ان الاشاره وعلى بعد 500 فيت ديت ماليش دعوه بيها، ال 500 فيت دي مش هستنى. يعني ال 500 فيت على فكره المسافه قريبه جدا يعني. تمام. يعني انا بس راسمها بس هنا ممكن تلخبط شويه. انا قصدي ده كرقم 500 مش هستعمله في حاجه في المساله خالص خالص. مفروض ال 500 هنا دي الاشاره، دي كده ال 500 فيت. يعني مش هروح عند الاشاره عشان افرم، انا هشوف الـ يعني من اول ما شفت الكرسه عندي 635 ناقص 30، يبقى الستوبنج سايد ديستانس 635 ناقص 30. تمام تمام جدا. في حد عنده اي مشكله يا شباب؟ بعد اذنك بس يا باشمهندس، حضرتك فاضي امتى بالليل نشوف احنا كمان معادي يناسبنا ويناسبك عشان السكشن يبقى زي ده كده؟ إيه هو اي وقت بالليل انا تمام. ايوه يعني بالليل بالنسبه لك دي من الساعه كام يعني؟ يعني ممكن تكون 7 مثلا، انت فاهم؟ يعني ممكن اي يوم 7 كويس. يعني احنا ممكن ناخد اللي بكره مكان السبت اللي جاي ده. بكره مكان السبت؟ بس احنا لسه ما عندناش محاضره الاسبوع ده. اه شرح محاضره الاسبوع اللي فات لسه. اه انت فاهم الدكتوره اصلا سبقاني، الدكتوره بدات في المنحه الرئيسيه ولا لسه؟ اه بدات. طيب انا لسه طيب انا لسه بقالي سيكشن بس في او مش سيكشن، انا كده خلصت على فكره، بس الناس اللي بتاع معايا زمان انا كده خلصت، بس انا عايز ارسم لك رسومات تاني بايدي بس. ايوه لا احنا بنتكلم عشان نثبت يعني ميعاد السيكشن يبقى بوقت الليل ويناسب برضك الناس اللي معانا، عشان في ناس يعني متروح متاخر يعني النهارده عشان في يعني يعني يوم الاحد صعب صح، بس اي يوم تاني كويس. اه تمام صح كده. لو 7 يعني مش 9، 7 بقى مش 9. حاضر هحاول يعني ممكن بكره الساعه 7 ناخد سكشن. ما انا مش عارف ادي قرار دلوقتي عشان هم مش موجودين. طب ما تحاول كده تعمل لنا اتفاق مع الناس كده بكره الساعه 7، ومحمد معايا ممكن نبدره شويه ونقلله، هيبقى في سلبيه يعني ايه المرونه ان انا ممكن يبقى الساعه 5 وبدل 7 كمان بكره. بكره الساعه 5 عندكم حاجه؟ اه بكره اجازه عندنا ما عندناش حاجه. يعني الساعه 5 كويسه؟ ما اعرفش، خايف اقول لك اه الناس. طيب ماشي اعمل كده على اكيد واتس ما بينكم بكره الساعه 5 مكان السبت، وينثبت الميعاد تقريبا يعني 5 او 7 على حسب بقى ما الوقت يبقى معايا كويس. يعني عامة يبقى الاثنين الساعة 5 في بقية السنة بقى. اه او الساعة 7 على حسب ما الدنيا تظبط معايا. ماشي. يعني بكرة اقول لهم 5 ولا 7 بكرة؟ قول لهم 5 تمام، وانت اديني التليفون لقيتني تمام. انت يعني محمد السيد معاه بيتواصل معايا تمام، مش عارف مين اللي فيكم من الناس اكتر يعني. انا هو كلنا على جروب واحد هنتكلم عليه دلوقتي، وخلي محمد السيد يرد عليك بالقرار بقى. ماشي خلاص، وهو بس قبلها بساعه يقول لي الساعه 5 كويس ولا الساعه 7، وانا بناء على كده هعمل